اهلا وسهلا، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج ضيفنا على كيفنا. تحيه لكم الكل اللي تشاهدوا فينا. ميرسي بوكو فرقه وليد جليد جبدينا معهم الحلقه. نخرجوا فاصل بعد نستقبلوا اول ضيف. ضيفتنا الروحانيه والاخصائيه في الاعشاب الطبيعيه شريفه مغربيه، اهلا وسهلا. اهلا بك، شنو احوالك ميسه؟ لاباس الحمد لله. صحه لاباس؟ مرحبا. شنو احوالك؟ عندنا غيبه كبيره شويه مع بعضنا. شنو احوالك؟ شفنا حلقات اعاده تو ترجعنا بير جديد. ديما عندك جديد ما شاء الله. الحمد لله. دونك ديما اللي يزوروا شريفه المغربيه، ومن احنا تو اول حلقه نسجلوها في جديد 2024. العام الجديد ديما نجاحات ان شاء الله. واخا متوخر شويه ان شاء الله، العام مبروك، يدخل عليك بالصحه والسلامه والخير وراحة البال إن شاء الله. يعيشك، عايش كل عام وأنت بخير شريفة مغربية. نكوني نحكيو على البرودويات الموجودين عندك اليوم. أيه. يجيو من المغرب خصيصا. أيه. ما تلقاش فيهم برشا خدمة. أيه. فيهم دراسة معينة زادة مش هكاكا اعتباطيا يختاروا الأعشاب هذوما والخلطات هذوما اللي خاصين بشريفة ديما. أنا نقول خاصة أنك الخلطة نتاع الإنجاب، خاصة نعرفوا اللي برشا يعانيوا من مشكل الإنجاب، رجال ونساء الزوز. أنت الزوز عندك ليهم؟ أي عندنا الدواء هذا، الخلطة هذه بالأعشاب الطبيعية، هذوما حصلنا فيهم نجاحات هائلة. المرأة اللي عندها السيكل مش منظم، اللي السيكل ياخذ ويعطي، اللي كبرت شوية في العمر، اللي توخرت عليها معناتها كبرت شوية وصلت 48 و46 والكل، ويقول لها الطبيب ما عادش عندك امل في الانجاب والكل. احنا طبعا ما نستغناوش على الطبيب، انا بدي نمشي للطبيب والكل، اما تم عباد راهو تبدا مخره شويه في العمر، يقول لها الطبيب ما عندي ما نعمل لك الكل، جي حدانا عندنا الدواء هذا فيه 1000 عشبة يقوي لها المبيض وينشط لها ويقوي لها حتى المخزون، كان المخزون ضعيف وتحبل به باذن الله. حصلنا فيه نجاحات هاي الاعشاب الطبيعيه ما فيهم حتى شيء. النجاحات هذه نشوفوها على صفحتك في الفيسبوك. ايوه برشا عباد مصورين صغيراتهم مهبطينهم على الفيسبوك موجودين. اي الباج نتاعنا مش يدخلوا صفحتك اسمها الروحانيه شريفه مغربيه بالعربيه. اكتبوها ادخلوا الفيسبوك. الباج نتاعنا مصورين العباد مهبطين صغيراتهم، يعني كيفاش جابوهم والكل. اللي عندها 17 عام ما جابتش، اللي عندها 18 عام، اللي عندها 20 عام، بارك الله وحصلنا فيهم نجاحات هائله ما شاء الله. جاتني امراه المره اللي فاتت عندها 10 سنين ما جابتش، الطبيب يقول لها ما عندك حتى شيء، راجلها ما عنده حتى شيء وما حبلتش، وجات عندنا تبارك الله حبلت بتوامه. والله عندها 3 ايام زغرتنا عليها في البيرو، جابت تبارك الله حبلت بتوامه وما شاء الله تو في السابع، ان شاء الله ربي يوصلها بالسالم وان شاء الله تجيبهم على خير. في النهايه هما خلطات واعشاب طبيعيه ما يخوفوش، حاجه طبيعيه من الطبيعه. أيه. فقط انت تعرف كيفاش الدوزي في يعني في الخلطات. الدوزي هذه خلطه من جدود جدودنا احنا، الاعشاب هذوما من جدود جدودنا، يعني متعلمينها على جدودنا وبقات تتداول وما شاء الله حققنا فيها نجاحات هائله. اللي عندها اي مشكل تاع انجاب راهو بقدره الله موجود الحل، والحل بامتياز تبارك الله. حصلنا فيهم نجاحات هائله، على 100 وحده يرجعوا لنا 3، والثلاثه يكونوا هما غالطين، احنا نعملوها في حاجه في سوب، في حاجه جاريه، في حاجه سخونه. ثم برشا عباد تقول لك انا حطيتها في كعبه ياغورت ولا ما تنجحلهاش. لا هي باش تتبع الطريقه اللي انت باش تقولها. الطريقه اللي نعطوها لها تحصل نتيجه مزيانه باذن الله. هي الياسر. أيه. نشوف زاده في انواع من البخورات. عندنا البخور هذا زاده كيف كيف حقنا فيه نجاحات هائله، اللي هو الفاسوخ المغربي، الفاسوخ الوسقي، فيه الفاسوخ، فيه اللبن تكر، فيه النسر، فيه حجره الفك، فيه مجموعه نتاع الدويات اللي هي تنحي لنا الطاقه السلبيه وتعمل لنا الطاقه الايجابيه. اللي عنده الرزن وعنده الفشله وعنده الخنقه وعنده الحزن وعنده الخوف وعنده القلق في النوم، وتقول لك انا ما نجمش نقوم، ما نجمش نتحرك، نبدا ديما فاشله، مخنوقه، خايفه، تحس حاجات معاها في الفرس زاده كيف كيف، هذا ينحي لنا الطاقه السلبيه كامله. اللي عنده اي مشكله يتنحى باذن الله. قدرة الله ما يكون كل خير ان شاء الله. وعندك انواع اخرى؟ عندنا لبن الذكر، لبن الذكر زاد كيف كيف، في حاجات باهيه حتى كي تحطيه فوقك فيه نجاحات باهيه. عندنا برشا بخورات، برشا حاجات. عندنا النسر باش ينصرك ربي على كل شيء. النسر هذا كي نحطوه فوقنا فيه نجاحات زاد كيف كيف، تحطيه فوقك
أي قضية تحبي تقضيها تتقضى لك بإذن الله. هو راه كل شيء بإيد ربي سبحانه وتعالى بإذن الله. العبد ديما يتفائل الخير يلقى الخير، يسعى نسعى الخير ثم البخورات هذوما اللي هي تطرد الشواطين. تطرد الشواطين من البيت، اللي عنده رزن في البيت، اللي عنده القلق، اللي عنده الحزن، هما حاجات طبيعيه من جدود جدودنا. الناس تقول لك انا ما نجمش نبخر ولا حاجه، البخور هذايا عادي ما فيه حتى شيء، بخور ينحي لنا حشاكل الطاقه السلبيه ويطرد لنا الشواطين من البيت. كي تبخر تحس روحك متفرده، ناشطه، فرحانه، قضيتك مقضيه، دارك كالم، ما تماش حس، ما تماش مشاكل، ما تماش عارف. هذا هو اش يعمل البخور نتاعنا. هي ياسر. فما بارمي لي ميساج اللي يجيونا ويبداو يسالوا العباد، يقول كان نعاني من السحر، نعاني من السرى، نعاني السحر. اللي عنده السحر هذوما الكل معناها عندك حلول اللي عندها السحر يجيو. اللي عندها السرع، اللي عنده المس، اللي عنده الاداء، الكل نعالجوهم باذن الله. ما نسحروش برك، نداويو اللي عنده. العكس لا، راهو تمشيو شي تغلطوا. تم عباد راهي تغلط، تجي تقول لك انا نحب نسحر، نحب نعمل غيري اللطف. احنا نداويو ونحيو السحر. اللي عنده مشكل وجاينا يسعى في الخير راهو ما يخرج كان فرحان باذن الله. موجود. واللي يحب العكس يمشي الله يعرض السلامه. ما عندناش، ما عندكمش، هذا واضح جدا. واي واحد يحب يستفسر في اي حاجه، يلقاك موجوده كل يوم ان شاء الله للخمسة. باذن الله اي نخدم من 7 للـ5، وعندنا تليفوناتنا ونجاوبوا عليهم من 7 تاع الصباح حتى ل 11 ونص تاع الليل. عندنا بنيات يخدموا في الليل وبنيات يخدموا في النهار. اللي عنده اي سؤال، اللي عنده اي مشكله ينجم يتصل بنا على الارقام الهاتف نتاعنا موجودين على الشاشه. ومرحبا بالناس الكل، وان شاء الله ما تروا منا كل خير الناس الكل. فوالا، والارقام هذوما راهو حد ل 11 ونص تنجموا تكلموا. معناها توا اللي تتفرجوا فينا تشوفوا الارقام، راكم توا تنجموا تطلبوا، تهزوا التليفون وتطلبوا من غير ما تقولوا توا وقت مأخر وينجموا ما يجاوبوش علينا. لا، هما يخدموا حتى ل 11 ونص. يخدموا ويجاوبوا حتى كي تلقاو الليل على خاطركم النص الليل شي يقعدوا يجي ل 11 ونص على خاطر البنات يروحوا ل 11 ونص. ل 11 ونص دونك تنجموا تكلموا حتى توا معناها. مع السبعة ينجم يقيد الرقم يكلمنا الصباح 7. مرحبا بالناس الكل، إن شاء الله ما يكون ما يراو منا كل خير بإذن الله. بإذن الله. شكرا لك، يعطيك الصحة. عايشك ربي يخليك. شكرا لك شريفة المغربية. كانت هذه شريفة المغربية. باش نستقبلوا ضيفنا اللي هو من الزمن الجميل نجم نصنف، ولكن قاعدين نتفرجوا فيه كل يوم في الاعمال الناجحه اللي شارك فيها وقاعده تتعاود على راسها. شوف لي حل كيف كيف شفناه في دور ستايج في مسلسل خطاب على الباب، عزايز في منام تاع روسيه، معز في عند عزايز، فوشيك في العمل اللي ذكرته شوف لي حل، وعده ادوار اخرى كانت ناجحه. لليوم عنده جمهور كبير من الكبار والصغار زاده اللي يحبوه ويتبعوه. نعرف الشهرة هكا قلقته شوية وإلا ليه، ولا بالعكس يحب حب الناس ليه. الممثل فيصل بالدين، أهلا وسهلا. يعيشك يسعدك ربي يفضلك. نورتني بوجودك. أول مرة في ضيفنا عليك، كيفنا؟ مرحبا بيك. أول مرة يعيشك. مرحبا بيك. كما كنت تقول في التقديم، نعرف الشهرة هكا مرات تقلق ولا؟ بالعكس، هي تقلق في حاجات في الخصوصيات كي تبدا تعيش في حياتك الخاصة. أحيانا هو المتفرج ما تنجمش تلوم عليه، لأنه الفرصة يلقاك يشوفك إيه باش يستغلها، فوالا باش يستغلها باش يتصور معاك باش يحكي معاك. باش انت ساعات كي تبدا مع عائلتك ولا حاجه تقول ما تحس بحرج، ما تتحرج شويه، ما تقلقش بالعكس. دونك العباد تحبك وتتصور معاك معناها يحبوك يقدروك. فهم برشا فنانين نعرفهم يقول لك هكا ليه خويا انا هكا. مرات فكرت تخرج بكاسكيت لونيت شمس باش ما يعقلوش؟ لا قبل قبل بالعكس، توا نخرج انا بالكاسكيت. ثم واحد مره عرضني في الليل وقفت مروح ما نعرفش منين، من جيبس ولا منين، هكا قريه في قهوه، وعيطوا يستايش يستايش. قلت عملت وقفت، قلت بالله الدنيا ظلام والكهرباء في مي ظلام، كيفاش عرفت؟ قال لي من الحجم ما عرفتك يا اخي، ما نعرفش من زملائي شكون قال لي انت وكوثر الباردي يعرفوك من غير مش كي تعمل كاسكيت، مش كي تتنكر معروفين معناها من الماشيه من مساحيت فوالا وغيره. باهي، اليوم كيف نقدمك ونقول الممثل القدير فيصل؟ يعيشك قدير شنو؟ تحسها تليق بيك؟ والله ما نحبش انا القدير وهذايا المجاملات والالقاب. مجاملات مجاملات، خاطر ما تشوف لعدنا ستار
النجم هذا في تونس غلطه، لا عندنا امير درا شنو الطرب، لا عندنا نجم الكوميديا كلام هذا مثلا. لا ما عندنا حتى حد، ما عندنا حتى حد، ما عندنا حتى حد. نقولوا منى نور الدين ممثله قديره، اي قديره، اي قديره، اي نحكي لك. اما فيصل بزين ما زلت ان شاء الله نولي قدير، ما زلت عملت كارير 40 سنه، ما زلت نتعلم، ما زلت نشوف، ما زلت ما عملتش دوره 40 سنه، ما زلت نتعلم، ما زلت نتعلم، الغدوه نتعلم. انا كنقول انا وقدير وانا وفيت بالنسبه لي انا وجهه نظري، انا كنقول غدوه انا ممثل كبير، انا مشهور، انا سافا، لا وفيت بالنسبه لي انا نقعد نتعلم ونقعد نجرب، والفن هذايا بحر معناها، للي تموت وانت تجرب، للي تموت وانت تتعلم، ما تنجمش تقول قدير وكملت ومصيم. ما يهمكش الالقاب، هذا اللي فهمت. لا ما يهمونيش الالقاب، في تونس عندنا زايده الالقاب. وفي تونس خاصه. في تونس خاطر نحن مع الصناعه. نحن نعملوا فيلم دوتور، نعملوا مسرحيات، معناها السوق محدوده، ما عندناش تسويق للاعمال كما في الشرق، كما في اوروبا، كما في امريكا، كما في الهند. ما عندناش، انا على قدنا نعملوا مسلسل اثنين في العام، نعملوا مسرحيه بالنسبه للواحد في العام، هذا هو. شنو هو الاعمال اللي قاعدين اليوم تقول اوكي على دور صغير في مسلسل؟ سا ديبون الكونتينيو، المحتوى نتاع الدور شنو نقول نخدم. انا مراني في بالك عمري ما خدمت بطوله، راهو الادوار اللي شفتوني فيهم الكل ماهيش بطوله، لكن ادوار مهمه. فوالا لامبورتونس نتاع الرول، ومش الدور. ادوار ثانويه خدمت، خدمت ما نجمش نصنفوها دور، دور ثانوي يبدا فيه كونتينيو، فيه معناها ما تقول ما تخدم كممثل. وي معناها مش ما يهمنيش طوله، ولا ما يهمنيش مده التصوير اللي فيه، ولا لا لا ما يهمنيش. كي تاخذ دور صغير تقف على جينيريك يلزم يكتبوا لا لا من الوندولا؟ لا لا ما عنديش. لا معناها ما تخدم من غير البرستيج مش مهم. انت مش برستيجك في خدمتك واختيارك للاعمال اللي تدخل فيها مثلا، فهمت كيفاه؟ معناها اذا تلقى روحك فك الحاجه ذيك وعامل عليها جو وحبيت الدور، والناس اللي تعاملت معك تعاملت معك باحترام وقدرت قدرتك وكل، نخدم. معناها يهمك التقدير. صحيت هذا قاعد تلمس فيه من عند جمهور ومن عند زملائك. فوالا عشت. اي بون مش ناس الكل تقدرك، انت بون اللي قدرت تفرضوا انت، وفما ناس بطبيعتها ما غير ما مش انت تقول له ما عملوا لي ولا برستيجي وما يسمحش. فما ناس وحدها تفهم انت باش تعيط لفيصل بزين عارف كيفاش تتعامل معاه، وفما ناس لا تولي اوبليجي انت باش تتفيق باش تعمل لك النقوز. رد بالك راه ما عارف شكون تتعامل من الوسط. فيقت شكون؟ قلت له فيق على وضعك، راني فيصل بزين برشا. مش راني فيصل بزين، ما نقولش راني فيصل بزين، اما مينيموم دو ريسبي نتاع الارتيست. انا وصلت شكون من الميدان حسيت فقت من الاوقات مع حتى لما من الحقيقه قلل من الحقيقه من حتى حد معناها الحقيقه. أما حتى عن بعد مرات. اما مثلا صارت في شوف لي حل ممثلين انا نعرفهم دي بروفيسيونيل وخاطر عندهم دي بتيرول وقت البرودكسيون حطوهم اللوطة، واحنا عندنا دي لوج الفوق معناها وين نقعد وين نحضروا وين كل شيء، وانا هابط باش نبعث درشنية نلقى واحد ممثلين قاعد لوطة معناها مع فيكتور ريسبي مع اللي فيجيرون معناها، وهو عنده رول وهو ممثل نعرفه مش لازم نقول اسمه. يا اخي مشيت للبرودكسيون قلت لهم عيب راهو هذاك ممثل راهو حاطينه مع الفيجوراسيون، ما هوش يعمل فيجوراسيون، جاي عنده رول تاع النهار ولا قديم معناها. وخذيت موقف وطلعوه يقعد معنا. تاخذ مش روحي بركة لل حتى المحيطين، حتى المحيطين زملائي. وقت اللي يستقبلك وزير الثقافة، وزير الثقافة وليد زيدي هذا في 2020، الدنيا قامت وما قعدتش. يعني شفت برشا انا نقد، يا خاصه من زملائك زاد كيف كيف لليوم الغدوه النقد ما يوفاش، راهو اذا وفين النقد وفات العباد اللي تحب تقول لك وتحب تجي ضدك راهو تتسمى انت وفيت، ما عادش ما عادش انتريسون، ما عادش مهم. اكثر من النقد فما التهكم، فما السخريه ربما. أنا مثلا نعطيك صحفيه مفيده خليل تكتب في جريده المغرب، قالت هاهي قولوا له السيد الوزير راهو فما مختصين في مسرح الطفل، راهو عندنا اساتذه ومبدعين يخدموا في مسرح الطفل، راهو شخصيه ستايش لا تعبر عن مسرح الطفل، راهو فوشيكا ماهوش شخصيه مرجع. حليلكم قولوا له ولا اعطيوه القائمه في المختصين. انا ذي ما نسمحهاش، ما تسمحها ما نسمحهاش جمله خاطر والله كي تبدا درا شكون
علاش ما نسمحهاش؟ لان تقول راهو ستايش راهو فوشيكا، انا راني فيصل بزين. الكونفون هي بين لا بيرسون ولو بيرسوناج، هي قاعده تخلط ما بين الشخصيه اللي راتها في التلفزه هذيك كتافه، هي في كتبت راهو ستايش اي اي كتبت شخصيه ايوا عاودتها، وراهو فوشيكا راهو ستايش ماهوش درا شنو، راهو فما اساذه راهو فما درا شنو. انا فما عند انا بوهيمي وعندي مبدا في حياتي انه فماش علم تخلق وحده، كل شيء خلقوه عباد. يعني كي تقول لي انت فما اساتذه، راهو الاساتذه العلم اللي قراوه لهم اساتذتهم والناس اللي قبلهم، راهو اللي ابتكروا كان مبدع ما كانش يعرفوا العلم هذاك. هذا من ناحيه، من ناحيه ثانيه الاساتذه اللي تحكي عليهم اساتذتهم اللي قراوهم في الجامعه زملايا وخدمت معاهم، يعني هذا احتقار احتقار اي احتقار بالمنطق، هذا هو احتقار. أنا بتحكي تقول فوشيك مش كان هي. قول فيصل بالزين راو مستواه كذا، وأذكر أشياء هي حابة تقول ما حبتك في الأدوار هذيك، هي صحفية هي تلعب على كلام هي غلطة فيه. شوف أنا جوفي دو تياتر، أنا ممثل، والممثل نقراه ما وراء الأسطر. أنت كي تقول المتلقي باش يقرأ الكتاب اللي الكلام اللي قلته أنت، أنا قاعد نقرأ فيما وراء الأسطر. ما وراء الأسطر هذه حجرة، قولها فيصل بالزين يا مدموزيل ولا يا مدام نقريك روانا، نقول اي نقريها صحفيه اي نقريها اي واضح هذا ردك بيه. ولقائي بالوزير صديقي هو توا ونبعث له تحيه وليد زيدي، قلق برشا ناس على خاطر حفرنا في بلايس اللي ما حفروش فيهم اللي قبلنا، وحبينا نمشيو لبلايس اللي ما مشي ونحطوا النقاط على حروف ما حطهاش اللي قبلنا، باش نقلقوا برشا ناس ومنهم هذايا. منهم هي. منهم هي. منهم زاد حاتم بلحاش. وحاتم هبط تصويره وكتب خنشوفه مع بعضنا، وغدوه وزير تكنولوجيا الاتصال باش يستقبل بيجي ماتريكس. اي. حسيتها منه؟ اي اجي اقول لك. منه هو بالذات. والله ما قريتهاش انا. اما شنو اكتشفتها تو معايا؟ اي والله تو اكتشفتها. هكا كتب حاتم بالحاج. حاتم بالحاج غلط، ما استنيتهاش منه. وجهه نظره ليه من شوف مش خاطر حاتم خدمت معاه عمل مسلسل كتبه هو خرج مزيان، ساعه بين ظفرين راهو حاتم مش اللي كتبه هو اللي خرج. راهو فما صلاح الله يرحمه بدل برشا في السيناريو، وفما ممثلين حطوا بصمتهم باش خرج. شوف لي حلقة هيك بعد نرجعوا للموضوع هذا، هذه نقطه نرجعوا له بعد ثانية. بالتفصيل حاتم بالحاج ولا غير حاتم بالحاج، أنا راني ما سبيتش كي قلت راهو غلط. هو وجهة نظره حر، من حقه يقول يقابل ماتريكس يقابل سكارفيس حاجة تخصه. رأيه أنا رأيه ما تغششتش منه. علاش ما تغششتش؟ وحيدة دريدي في تدوينة زادة نشوفوا التدوينة مع بعضنا، كتبت كان على سيد الوزير استقبال جنود الخفاء في المناطق النائية من مديري دور الثقافة المناشطين والعملاء، وبالتشاور معهم يقدم استراتيجية لعمل محدد الأهداف لتطوير قطاع تنشيط الأطفال واستقطابهم للعمل الثقافي ومتابعة تطور ما اتفق عليه. هذا هو العمل الميداني لطرح سفسطائي. شكرا. يعني استضافتك تنترج في إطار طرح سفسطائي. باهي نقول لك حاجة أخرى، هذوما ناس قلقهم وجود فيصل بالزين مع وزير الثقافة، خاطر فيصل بالزين لعيب وحيدة دريدي. أي حتى وحيدة دريدي قلقهم وجود فيصل بالزين في بيرو وزير الثقافة، واللي تحكي عليه وحيدة كان صبرت على رزقها، راهو هذا اللي حكينا فيه وهذا اللي حبينا نعملوه على طول المدى. على طول المدى. وعندي قائمة والله كانت يعني. واتي من مدهلك فيها اللي بسيكياتر واللي سوسيولوج والناس اللي من ميدان الكل كانوا باش يكونوا في المجموعة اللي باش نختاروها وباش نحكيوا في المشاكل ونحلوا بعض المشاكل اللي تحكي عليهم وحيدة هذه. أما نحن عندنا مشكلة الشخص. علاش فلان؟ علاش مش أنا؟ علاش فلان؟ علاش مش انا؟ داكوردو هكا هاو، وبيناتنا التاريخ ونعرفوا بعضنا، معناها راني واجهت الكاميرا وما نتكلمش انا ما نذكر تاريخ. لا اه بيناتكم تاريخ انت وحده دي. لا ما بيناتناش، كان الخير، انا ما عندي حتى مشكل مع حتى حد، اما التاريخ بين يعرفوا هما ماضيهم ومستقبلهم ويعرفوا هما شنو هكا هاو ما نجاوبهاش انا. انا قلت لها اصبر على رزقك، عندهم مشكله معينه مع الوزير يا اخي، شكون قابلت
بالك مشيت للجنه معناها مثلا وحيده شنو ينجم يكون عندها مشكل ما نعرفش. قلت لك اذا هما عندهم مشكله إيه؟ مع وجود اذا اي إيه؟ اللي يتكلم هكا عنده لا مشكله لا هما عندهم مشكل مع وجودك إيه؟ لا اذا انا قلت إيه؟ مع وجودك في مش ما لازم نقبلوا الاخر مش نحن ما نقولوش نحن وتنتهي الدنيا والطوفان. هذه غلطه برشا في زملائنا كسوا من المهنه ولا من الصحافه ولا من ناس اخرين. انا او لا احد يا ولادي انت وغيرك موجودين يعني نجم نختلفوا في الاراء اما من اجل بلادنا نقدموا من اجل الثقافه نقدموا. عطف بن حسين هبط تدوينه قال اصدقائي الباهين صديقاتي الباهيات مازال حد يبعث لي ميساج ولا يطلبني باش يستفسر على موضوع لقاء وزير الثقافه بالممثل فيصل بالزين نبلوكيه بالوقت وشكرا. عطف بن حسين فلاح تابع وزاره البيئه والحيطه الاجتماعيه. والله كل واحد يقول اللي يحب راه انا ما ندبرش انا ما نتحكمش في راي الناس كما انا ما نحب حد يتحكم زميلك هي عاد شبيه ما سالتش علاش يكتب عليا هكا ما كتبش عليا هو قال لي اسالني على لقاء فيصل بالزين هي اللي يسالوا يبلوكي اموره وانا شنو دخلني فيه شنو علاقتي انا واعي انا شنو وش قاعد نعمل ما يقلقنيش الاخر راه دايور انا مانيش برشا برونشي مع هذايا الجو الفيسبوكيه ودرا شنو انا ما يوصلكش اللي يوصل لي فما حاجات والله فما حاجات في بالك بيهم هذوما والله اللي في بالي بيهم نتاع يعني شوي شوي حاجات شوي شوي مش الكل ويقولوا لي بنتي تقول لي ولا اصحابي يقولوا لي اما انا سيغتو نو با سي روتورني جامي ديما ناخذ القدام ديما القدام اي ما يهمنيش وشويش ولا شنو اللي يعمل هذاك ما يهمنيش نعمل له خاصة وشويش اي خاصة كي يبدا معناها مش حاجة كونتينيو نتاعو باهي، ريت كي يتكلم واحد ينتقد ولا ينقد في حاجة بالحق معناها نسمعه خاطر مش نسمع ما نعيش وحدي انا. فهذايا الكل اللي قريته لك في برشا شكون تسمع؟ في برشا ذبان شنو تنجم؟ انا اللي تو في العمر هذا اللي عمل لكن ترينو انا. وهذوما الكل بيناتنا معناها في الكارير نتاعي وقت جاو. عطف بن حسين وخير. اي حاجه عطف بن حسين وش اسمها؟ دريدي ووحيده كيف وحيده دريدي كي وقتها جاي وقتها جاي بعد الكل حاتم بالحاج صنع نجوماتي وحتى حاتم صنع نجوماتي حاتم بالحاج صنع نجوماتي شكون كتب دا الفوشي؟ يا صلي على النبي يا خيتي انا نجم من 94 شو مدخل لا نحكيو سكسي الكبير انا نجوماتي صنعها شو اسمه علي اللواتي علي اللواتي علي اللواتي وصلاح السيدي يرحمه حتى حد ما صنع نجوميتي مش حاتم بالحاج في التلفزه شو مدخل واحد التلفزه طبعا ديما اكمالها حاتم بالحاج شنو صنع نجوميتي؟ اي بالعكس نحن صنعنا نجوميت حاتم بالحاج انت صنعت له نجوميتي مش انا نحن الممثلين يعني نعرف ايش قاعد نقول نحن به المشروع اللي استدعاك عليه الوزير طاح في الماء بصير مشى الوزير طاح في الماء المشروع خاطر مشى الوزير مش خاطر الضجه اللي صار كان قاعد الوزير والمشروع صار انت رغم الغياب من خلال التلفزه نوعا ما موجود في المسرح جديدك مسرحيه بيتزا الفن بطوله كرام عزوز ريما الزريبي معكم كوثر الباردي اخراج طاهر الرضواني انتاج فرقه مدينه تونس للمسرح خلينا نشوفوا العرض ما قبل الاول اي ما قبل الاول خلينا نشوفوا مع بعضنا ترى Ha ha ha!
كانت هذه الحلقة عطينا فون كل عباد باش تنجم تمشي تتفرج فرقة بلدية تونس وفيها نفس مدرسة الفودفيل. ديما هذاك هو الجو. تقدموا مسرح عائلي هكا نصنفوا؟ والله مصطلح جديد هذا مسرح عائلي من بعد الثورة ولا ما كانش يقولوا مسرح عائلي ولا مسلسل عائلي ولا كان بعد الثورة خاطر نحن فهمنا الحرية بالغلط. ولينا تسيبنا معناها هذاك علاش ولات العباد تقول انا نعم في مسرح عائلي ولا المسرح مسرح شنو عائلي ولا مسرح اذا في معناها مستوى راقي يرتقي النيفو اللي يتفرجوا فيه الناس كل معناها وين البروبليم. المسرحيه فيها نقد سياسي؟ هو في نقدك للنقد الفني ووضع الممثل سيوستو المسرحي في تونس الممثل بصفه عامه هو نقد للسياسه اوتوماتيكمون يعني بالطبيعه خاطر كل ما يحيط به خوها اللي هو دوري انا دور بلبل اللي يصرف عليها ورجلها فنان كبير ودرشنية وشهيد وميت بالشر فريجيدير وفارغ البرجوازيه اللي قلقت وتحب تعمل فيلم والفلوس جوجو معناها السبونسور اصحاب راجلي قالوا لي تنجيو معناها بالمليارات معناها فئات من المجتمع اللي تحيط بالحياة الفنان اللي يعيشها تلقى روحك اوتوماتيكمون كل واحد يجي يتفرج في الموضوع هذا يلقى روحه تحل في مواضيع اخرى تلقى روحك مس في السياسه اوتوماتيكمون اوتوماتيكمون. فما عروض المده الجايه؟ ان شاء الله ما عدناش لدات مي عندنا مقترحات عروض حتى لبرا حتى لبرا نبداو مش توا حتى ما يزم يتنظموا فيفري نقولوا احنا انت ان شاء الله فيفري اخر فيفري ديبي مارس اخر فيفري ديبي مارس فما عروض العمل هذايا ينجموا يتفرجوا فيه. فرقه بلديه تونس بعد سعاد عبد الرحيم حالها تحسن؟ والله شوف هي فرقه بلديه تونس بعد الثوره صارت مشكله لانه فما حاجات قانونيه معناها هما ديتاي في الجيستيون تاعها وفي العروض كانت ديريكت مع الجمعيه الثقافيه لبلديه تونس اللي كانت البلديه هي مباشره مع البلديه الجمعيه كي بعد الثوره الجمعيه ولات معناها البلديه تحلت الجمعيه تولت فرقه مدينه تونس قانونيا معناها شنو باش تصنفها معناتها هوات تفهم كانت قبل حتى في العلاقه بتاعها مع وزاره الثقافه مصنفه فرقه مدينه تونس معناها من المحترفين وكل شيء توا كل شيء ولا بالقانون اعطيني كيفاش الهيكل نتاعك شنو هو؟ كيف تتعامل مع المنصه في الدعم في وزاره الثقافه؟ ايش باش تحط بلا فرقه مدينه تونس؟ تحط شريكه في المنصه تحط الواحد اوراق الشريكه معناها هي ماهيش شريكه هي حكوميه تحط جمعيه تعمل جمعيه تولي اماتور ما تطيحش تحت الدعم تفهم فيا؟ معناها في الوضعيه القانونيه اما في الانتاج والهيكله والدعم تاع بلديه تونس للفرقه موجود راهو موجود. ليه موجود؟ دونك بعد سعاد عبد الرحيم شنو نجم نقولوا تحسن نفس الحال؟ هو توا شوف نحن كنا في البلوكاج نتاع كيفاش باش نوزعوا اما كانت راهو الحقاق من الحق معناها كانت معناها ما تنحاش الدعم للفرقه دعم البلديه للفرقه قعد حتى في وقت سعاد ما فماش مشكله وبعد سعاد كيف معناها الدعم شنو اللي على الانتاج مشكلتنا في الترويج يعني قلت الترويج كيف باش تتعامل مع وزاره الثقافه كيف باش تتعامل معاها؟ وزارة الثقافة ما عادش كيما قبل الثورة تتعامل معاك على أساس هيكل معروف وهو فرقة مدينة تونس والتاريخ الناس اللي فيها والتاريخ ولات تتعامل قانونيا أعطيني أوراق
تفهم فيا هذاك اللي عمل بلوكاج في العروض، ولينا ننتجوا ما نلقاوش كيفاش نعرضوا. مي انت ركزت على النقطه هذه، فما تصريح الممثله ريم الزريبي في برنامج همنا واحد رانا فرقه واحده رانا بالطبيعه. قول لي قول لي ريم الزريبي في لاباس شو معناه في الورتاني، قالت في فرقه مدينه تونس بعد ما كانوا 40 ممثل قالت ولاو توا كان زوز ممثلين، هما مش زوز انا كوثر ممثلات على النساء انا وكوثر البردي وزوز ممثلين. قالت كي جات شيخه مدينه تونس وعبد الرحيم قعدنا 6 شهور ما خلصناش رغم القروضات والشهريه اللي تحشم. بون هي صارت هكا نقدت فتره. شوف هما توا باش ما دخلوش هذا موضوع ديبا باش تحل فيه كبير، ماهوش علاقه شخصيه بين سعاد عبد الرحيم كمعناها رئيس بلدية تونس وقتها كشيخ بلدية تونس. باهي فما كيما قلت لك في القوانين تبدلت بعد الثورة القوانين. نحن متعاقدين مع فرق مع بلدية تونس اوتونك ممثلين. داكوردو الفرقة 40 تحكي عليها راهو كانت قبل مش توا البارح. معناها توا سنين معناها سنين التالي هي تحكي تعمل في مقارنة. المقارنة غلطة صحيح، مقارنة مش مقارنة غلطة دون لو تون. فرقة مدينة تونس فيها 40 ممثل يخلصوا بالشهر كلهم وبالكاشيات اون بليس كي يعملوا انتاج. هذاك وقت وهذا وقت الفرقة تنجم تكون بالاربعة اللي فيها هي ولا احنا مش نداوموا. انا عمري 60 سنة بينتو باش نخرجوا لتلاتة. كيف كيف كوثر كرام ريم كلهم الفرقة يلزم تطعم بممثلين جدد بالقانون، يا اما يكونوا مدمجين في الفرقه يخلصوا في شهري والا يكونوا كما قاعدين نعملوا متعاقدين على دي فريلانس، يعني يتعاملوا معنا ممثلين محترفين واساتذه متخرجين ممثلين ويخدموا في الفرقه معنا. نحن تحكي لك هي على الشهاره قعدنا في الفرقه 4 بركه اللي ينتميوا فعلا بالتعاقد القانوني. اما راهو نحن كي نخدموا راهو نخدموا نجيبوا ممثلين من برا ونتعاقدوا معاهم يخدموا معنا معناها مش تم تفريق عبد متعني وقعدوا كان 4، الاخرين راهم خرجوا بطبيعتهم بالروتريت، اخر واحده خرجت عزيزه وعمر زويتن والزعزاع، فهمت كيف؟ معناها خرجوا على التقاعد معناها خرجوا على التقاعد يعني بالغت شويه في كلامها مش بالغت، عملت مقارنه ريم زميلتي راهو انا وريم فرد فرقه كنا نتفرج معناها مش كنا واحده معناها ولاد الفرقه معاك في لكن ماهيش سببها المرور الزمن التطور الامور والقوانين. قبل لو تون نيتي با لو تون الوقت وقتها نتاع 40 ممثل فرقه مدينه تونس تزعزع معناها تقول ما تنجمش تلوم سعاد عبد الرحيم ليش مدخل لك سعاد عبد الرحيم خرجت 40 واحد ما هو احقاقا للحق ما نظلموش المراه تفهم فيا. صارت الفصل الكونترادوات هذيا سامحوني في الكلمه التعاقد قعدوا يراجعوا في القانون شنو علاقتهم هذوما متعاقدين مع فرقه مدينه تونس اش قاعدين يعملوا تفهم فيا هذا هو واضح. خلينا نخرجوا فاصل وراجعين نحكيوا على لي برودوي نتاع ديرما فيك وعلى شركه ديرما فيك مع ممثله على الشركه هذه سحر كرعود. اهلا وسهلا. السلام ميسا صافا الحمد لله نورتنا عايشك يعيشك مرحبا بيك. خلينا نفكروا بالكونكور كيما الحلقه اللي فاتت دونك فما جو كونكور عاملينه خلينا نفكروا بيك شنو ينجموا يربحوا المشاهدين الناس اللي تتفرج فينا ايش فيختو الناس اللي تستهلك خلينا نقولوا درنا فيك بيان سور. ميسا احنا الجو كونكور عاملينها كدورس العام كيف ما قلنا للكليانات نتاعنا نفرحوهم بهم كل راس عام. دونك عندنا فواياج لتركيا لشخصين معناها تمشي انت وتهز العزيز عليك مش حاوس معاك في اسطنبول. عندنا زاده تروا كوبل تروا كوبل باش يربحوا تروا ويكاند ومعهم جورني تاع لاسو غراتوي بلي برودوي درما فيك اللي ما فماش خير من هكا. وعندنا دي بون داشا بقيمه 200 دينار مش هذا كهو ميسا اون بليس عندنا رميز عاملينه على برودوي درما فيك الكل بقيمه 20% دونك الكليون في الحاله الكل مع درما فيك ديما رابح. كان ما ربحش تركيا باش يربح ويكاند، كان ما ربحش ويكاند باش يربح بون داشا بقيمة 200 دينار، وكان ما ربحش بون داشا باش يربح روميز، وأهم من هذا كل باش يربح برودوي ديرما فيك اللي هو في ليفيكاسيتي والكاليتي نجمو نقولوا عليه كان توب، وهذا بشهادة اللي يشريو من عنا الكل والكليون في دير نتاعنا الكل، وبشهادة كانتي بيان سور ميسا. فوالا، دونك بشهادة
زيد فما دي برودوي جدد توا في الجديد شنحكيو يعني بالنسبه للبرنامج اللي كان موجودين عندكم بالطبيعه. زيد اعطينا فكره عليهم. كريم دو نوي كريم دو جور اللي انت اول ما ريتني نصحتني فيها. انت كما اللي فاتك قلت لي نستعمل في الباك بوست قلت لك شقول لك انت جرب زيد الكريم دو نوي والكريم دو جور نتاعنا خاطر هو ديما السيروم للوجه حاجه مهمه وزيد ماذا بينا نستعملوا سيروم ومعاها كريم. هو السيروم سيفيزون على الاخر سورتو اللي حكينا عليه المره اللي فاتت. ديجا جونا برشا دي روتور باهين معناها من الحلقه اللي فاتت ميسا معاك فما دي كليون يستعملوا فيه وكلمونا قالوا رانا ريناه ونستعملوا فيه فما دي كليون حبوا يجربوه. الكريم دو جور ميسا الكريم دو جور نتاعنا هي على باز اونتي تاش اكليرسيسونت وزاده ادغاتونت معناها نجموا نستعملوها برايمر باز نتاع مكياج نجمو نستعملوها قبل ما نخرجوا نحطوها وبعد نحطوا لي كروم تاعنا. حاجه مهمه في لي برودوي اللي توفرهم درمافيك. اهم حاجه احنا في درمافيك ليدغاتاسيون بالنسبه لنا اول ايتاب نتاع سوان نحبوا على بشره باهيه وصحيه لازمنا نوفروها ليدغاتاسيون. هذاك علاش في لي برودوي درمافيك الكل نستعملوا في برانسيب اكتيف ايدغاتون يخلينا البوم تاعنا بيان ايدغاتي لمده 48 ساعه. اوكي معناها احنا كي باش نستعملوا الكريم دو جور نتاعنا البوم تاعنا باش تقعد بيان ايدغاتي لمده 48 ساعه. الكريم دو جور دونك قلنا اونتي تاش اكليرسيسونت ايدغاتونت وزاده اونتياج على خاطر فيها الاسيد الهيرونيك وفيها الويل دو بيبان دو فيك دو باربري. اوكي برشا نوافع شقولك انت استعملتها؟ لا 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 والله حاجه باهيه ياسر. ديجا تقعد نكتشف معاك في حاجات اخرى بخلاف الاستعمال انا معناتها في باليش معناها عندها برشا ديزيفي بوزيتيف الحقيقه. دونك هذه سورتو العباد اللي بشرتهم تبدا شايحه برشا كيما بشرتي دونك تعاون وسورتو توا في الشتاء خاطر الشتاء سورتو توا في الشتاء والبرد البشره الشيحه هذاك علاش احنا ديما نحبوا حاجه نستعملوها باش تعاوننا على البشره الشيحه ويستعملوها تو تيب دو بو على خاطر الكريم هذيا ريغولاتريس معناها تعدل الافرازات الدهنيه نتاع البشره دونك كان بشره شيحه برشا باش تعاونها باش تولي البشره هذيك سوبل بيان ايدغاتي وكان هي مزيته باش تنقص فيك السيبوم مي او ميم طون تحافظ على الهيدراتاسيون نتاعها. اوكي معناها ما تشيحناش البشره نتاعنا. باهي. الكريم دو نوي توا ميسا. كريم دو نوي كيفاش؟ الكريم دو نوي هذيا غنيه. كريم دو نوي ديما نحبوها احنا مشخشخه نقول فهمت؟ دونك الكريم دو نوي فيها الطحالب البحري، فيها زيت قلوب الهندي اللي موجود بريسك في لي برودوي نتاعنا الكل، الناس الكل نعرفوا المنافع والفوائد نتاع زيت قلوب الهندي. نتاعنا سورتو احنا في درمافيك نستعملوا في زيت قلوب الهندي نتاعنا اللي سيرتيفيي بيو. فيها الاسيد الهيرونيك واهم حاجه فيها البير دو كاريتي وزاد الكريم دو نوي هذه ما تنجم تكون بالتركيبه اللي عطيتها لك كان انتي اج انتي ريد قويه معناها بالاستعمال المستمر. ماذا كنقول انتي ريد انتي اج كيفاش استعمال مستمر؟ كل ليله نستعملوها كنقول انتي ريد انتي اج معناها نستعملوها من 20 حتى كش البوماتور معناها باش الكريم هذيا باش تخلينا التقدم في السن هذاك ما يظهرش، معناها باش تاخر علامات التقدم في السن، وزاد كان فما دي غيد انستالي ديجا في البونتينا باش تحاول تنقص فيهم، باش تحفز انتاج الكولاجين للبشره اللي هو يقل ديما نقولوا مع التقدم في السن، معناها من 25 اون ولا من 20 اون انت والبو، السنتيز دو كولاجين باش يقل في البشره، دونك الكريم هذيا باش تعاوننا باش نحفزوا الانتاج نتاع الكولاجين، باش يخلينا البشره نتاعنا نظيره نقولوا احنا اوكي. الكريم دو نوي ميسا ما فيهاش هذاك هاو فيها الاه اش ا ليزاسيد ديفغوي اللي باش يعاوننا على البيلينغ دو تجديد الخليه معناها في الليل واحنا راقدين تقشير لطيف البوم تاعنا باش تعملوا باش نجدوا به الخلايا باش الصباح كي نقوموا نلقاو البوم تاعنا بو صحيه جديده فيها كوديكلا وميم طون بيان ايدغاتي ونحضروها باش نستعملوا الكريم دو جور. هذاك علاش دو بريفيرونس نجم تشري الكريم دو جور وحدها والكريم دو نوي وحدها، مي دو بريفيرونس نستعمل الكريم دو نوي من غدوه الكريم دو جور باش نعملوا هكا روتين دو سوان كامل في النهار وفي الليل. باش نعتنيو ببشرتنا كوم يلفو بالطبيعه وباقي لي برودوي خاطر عندكم ما شاء الله برشا حاجات اكيد يلقاوهم عندكم. ينجموا يدخلوا عندكم باش فيسبوك انستغرام. احنا عندنا باش فيسبوك انستغرام درما فيك. نحب نقول حاجه احنا في درما فيك عندنا لي كومبليمون اليمونتير عندنا لي سوان كابيلير عندنا لي سوان دو كور عندنا لي سوان دو فيزاج معناها عندنا جام فاريتي كبيره عندنا زاده ميسه عندنا دي برودوي انتي انفلاماتوار اي انتي دولور هما معناها توا بريسك
لي كيني في تونس الكل ينصحوا بهم يخدموا بهم في الكابيني نتاعهم، اون بلوس ينصحوا بهم في الباسيون نتاعهم، معناها لقين دي ريزلتا وافيكاسيتي تحفونين على الاخر. معناها عملوا طلع على الباج نتاعنا تلقاو خبراء باش ينصحوكم، باش يوجهوكم للبرودوي اللي حاجتكم به، باش تلقاو قام كبيره كيف ما قلت في الشوفو في الفيزاج في وفي الكور ان شاء الله. دونك ان شاء الله يدخلوا للي باج نتاعكم ونمركم اكيد موجود اسفل الشاشه. حبيت نقول لهم فيسا زيدوا شاركوا مازال عندكم الوقت، نهار 31 جانفي ان شاء الله اللعبه باش توفى وباش نحدوا شكون اللي الفايزين. دونك يكفي باش تكلمونا وتعديوا كوموند على 36 038 888. شكرا لك سحار، يعطيك الصحه، كانت هذه دغما فيك. باش نمشي معاك توا الفقرة صحيح والا غلط. مش جاوبني بصحيح ولا غلط، عندك الكارتون، نعرفك تقول كلمتك. باهي نقول كلمتي باش نزيد نتأكد. انا نقول كلمتي ما نحبش نجرح الناس مثلا اذا فيها حاجة جرحة للناس ولا لا حاجة. هذا يخصك انت. يخصك انت. فيصل بالزين وصل به الغرور انه يرفض اعمال عالمية. مش غرور. رفضت بار كونيسونس دو كوز. بالوقت ندمت. ما ندمتش للغدوه، ما ندمتش. ما تندمش. علاش نندم؟ عمل عالمي. عمل عالمي ما خذيتش فيه دور يا خيتي انا راه. نبداو شوي دور بشوي. ليه ما بشويشي؟ انا وقتها ممثل محترف ما نخدمش هكاك باس احد وام تعدي. ممثل محترف في تونس مش في العالم. حتى انا ممثل محترف في العالم نعتبر روحي. انا الغدوه او عيطولي في فيلم مسلسل سوري. وكي لقيت بداوا الدور يحترفوا فيه وندرى شنو قلت لهم صباح الخير باي باي وما خدمتش. وقلت لهم لا هكا تتعامل. انا ما حشتيش نخدم ونوري وجهي كل يوم في التلفزه، وما حشتيش نولي ممثل في العالم، ما حشتيش بالعالم. انا عايش في كل تونس. يوم في التلفزه التونسيه. اي العمل اللي كنت تذكر فيه عمل عربي. ما بالعالم العمل اللي انا فكرته عمل عندي عالمي. خالتي في العالم. انتشار اكبر. عندي خالتي في العالم، عندي جنسية تونسية في العالم، أربعة واحد في العالم. يهمك الجمهور التونسي. أنا يهمني بلادي اللي نعيش فيها، واللي مش نموت فيها باش ندفن فيها. هذيك نخلي بصمتي غدوة كي نموت، يقول والله يرحمك الممثل كان فيصل بالزين. أما ذي ما يعنيش اللي أنت مغرور شوية. يا بنتي فين الغرور في هذه؟ يظهر لي خاطر عدد الأدوار اللي رفضتهم أكثر من الأدوار اللي خدمت. مش بغرور. بقناعة. تو ممثلين يجريوا ورا الادوار ماذا بهم يخدموا انت ترفض؟ يا ربي يعين واللي يحب يجري ويز تليفون. عندك شي قدام ندور حسب قدام ندور رفضتهم في تونس على الاقل. رفضتهم برشا وعلاش نحسب فيهم؟ انا رفضتهم ما يتحسبوش. وعلاش نقول عليهم اذا رفضتهم؟ معناها انا كي ما قبلتكش علاش قابل فيك ونضحك لك في وجهك؟ ما قبلتكش كي راك صباح الخير. نيت احتراما هكا وانسانيا نقول لك صباح الخير. ربما يخلي بعض المنتجين والمخرجين يتغشوا عليك، يقول لك ما عادش نتكلم وما عادش نتعامل. يا ولدي انا انت قدمت لي بلا انا ما ناكلوش، انا مريض بالمعده باهي. صحيح ولا غلط انك ترفض الكاستينج ما تمشيش تكاستي وما تكلمش مخرجين؟ صحيح. لا نكلم مخرجين ولا نمشي كاستي في العمر هذا باش نمشي نعمل كاستينج. وقبل؟ حتى قبل ما مشيتش بار قبل مش دعوه. شوف احنا ولاد المسرح عندنا هكا شويه مع التلفزه والواحد سورتو التلفزه. تعالي نقولوا تعالي تعالي على التلفزه. نقولوا نحن ولاد المسرح. هنا نمشي للكاستينج باش نمثل مسرحي باش ما نمشيش. هذيك لي بليس نورمال. عملت والمانشو اسمها ليله العمر ورفضتها اللجنه، صحيح ولا غلط؟ يس. صحيح. رفضتها الداخليه وقتها. الداخليه. بن علي. في عاد وبعد حاولت ترجع تخدم؟ عملت لجنة أخرى، صلحت. خاطر جيتي أونجاجي مع برشا مهرجانات. عديت اللجنة في آخر وقت ورفضت هي الداخلية، وقتها كانت اللجنة فيها عضو من الداخلية، امرأة هي حسب. معناها أنت تصلح من أجل النظام. شنو نصلح من أجل معناها النظام؟ معناها تعمل إصلاحات من أجل وتطلع العرب. عمل يرضي النظام. مش يرضي، يا أخي هو النظام مش يرضى ولا مش يرفض. المسرحيه كانت تنقد في حاجات في مؤسسات الدوله. اي قالت لي حرفيا جو سوي با كونتر ليدي، مي ما تمسش مؤسسات الدوله ما تنقدهمش في مسرحيه، وانت انسان معروف وقتها دوب ما عملت خطب على الباب. انت تسمع الكلام. ما بدلتش انا نحيت الدرا شنو خاطر يجيو ممثلين ضيوف يقول لك انا نظلت في الفن وانا تحديت النظام. اللي ناظر ما يقولش نظلت.
المناظر ما يقولش ناظرت. اللي ناظر ما يقولش انا ناظرت. ولا يحكي حتى فما بتعرف الممثلين اللي وصلوا دخلوا الحبس يعني خاطر ارائهم خاطر اعمالهم مسرحياتهم. انا ما نقولش ما نحكيش هذه خاطر ما يهمش العباد يهمني كان انا. لا المهم. كانش اذا جبدوا لي ريت فازت اسرائيل ما مشيتش خدمت انا وسفيان الله يرحمه كي جبدوا لي قالوا قلتها اما انا ما قلتهاش وحدي. داكوردو لا قلت هكا ولا عملت وحنا ورفضت ولا لا. هذاك حاجه تخصني هذا كيف كيف فما حاجات رفضتهم هاني سالتك هي برشا حاجات رفضت كيما نقول لك حاجه عش اختي عشت نظام بورقيبي عشت نظام بن علي وعشت الثوره من الثوره لهنا ما شاء الله وربي يطول في عمري في الخير امين نقول لك حاجه واحده اللي يتكرم داكوردو ما ينجمش يكون معارض من للنظام بوان على ليني كريتني تكرمت انا كرمني رئيس من الرؤساء ولا وزير من الوزراء تفضل احكي معاه هكا هذا ابسط مثال هكا قلت لك الفهم يفهم هذا دورة زي سي منام تاع روسيا ما كانش مكتوب ليك انت وسي سلاح كلمك وجرب المشاهد بعد كلمك قالك مبروك عليك الدور صحيح ولا غلط؟ سلاح عيط لي قال لي عندنا خدمه جديده وباش نخدموها صحيح هذا يعتبر كاستينغ صحيح جربك في الدور اي جرب قال لي مسبقا قال لي فيصول عندي دور ليك عندي دور ليك اما راهو كان ما مشاش في مخي ليماج مع البنات سورتو هذيك كوثر وبنت عمي زينب راهو ما تتخشش قلت له فيك بليزير مشينا وجربنا في عشوائيه واضح وانا قبلها وقت اللي كلمني عطاني السيناريو قريت السيناريو دخت قلت له يا سلاح ريت تقول لي لا مش نتجلطت انا اما ما يسالش بعد جاني كملت خدمت مع البنات شاف هكا جبسني من راسي وقال لي مبروك عليك الدار اليوم هذا من زمان اليوم مثلا سوسن الجملي تكلمك تقولك شنو جربك في دور او كان ما مشاش فيصل راه شنو نعطي روحك تمشي كان ما مشاش كان ما مشاش سا ديبون كيف كان ما مشاش شنو راهو شنو فاش ما مشاش مش كان ما مشيتش نفس الوضعيه هذيا مع سوسن جملي هو حاسس في 2024 اي علاش لا نفس الشيء توافق انا راهو ما نفرقش بين المخرجين خدمت مع نقي وخدمت مع بوشناق مش تفرقه بين المخرجين لا اي فوالا معناها ولا صغير ولا كبير عادي المخرج مخرج بالنسبه لي أنا. المخرج مخرج صحيح شنو يحب نحكي معاه شنو يحب فما حاجات انا نعملهم فما حاجات هو يحبهم نلتزموا بهم هذاك هو العمل هو خدمه جروب راهو شوف لي حل ولا اكثر المسلسلات ولا الافلام اللي نجحت راهو جروب نحن الممثلين نجنيو الشهره خاطر نحن في التصويره اما راهو رانا جروب اللي في الريجي جروب اللي يجيب لك حتى دبوسه الماء والقهوه والصندوق بالطبيعه الفريق معناه ساهم في انجاح المشروع. صحيح ولا غلط بخلاف التمثيل تغني وكنت عامل فرقه وتغني في الاعراس. صحيح كنت وقت اللي احترفت التمثيل بطلت. قبل احتراف التمثيل اخترت انا اخترت قلت يا ويا وبيناتنا احيانا زرتو في الكورونا ندمت ندمت الفلوس اكثر من العروسات نتصور اكثر من المسرح مره شوف مغني قداش كاش بتاعه في عرس يعمل اربعه في ليله ثلاث عروسات في ليله يصور ما صور وانا شهر عام كامل عام عام كامل عام كامل المسرح اي نجم تقدر بعروسات فنان والله مغني يعني اي ما صبا قناعه قناعه شوف يفو اسيومي وقت اللي بشر يختار حاجه يتحمس قلتها الى سيوم صح ولا غلط انك خدمت تبيع في روبافيكيا وتبيع الحلبه خدمت سيرفور تغسل لصحنا في المطاعم جربت برشا خدم روبافيكيا في المسرحيه غلط يعني روبافيكيا في المسرحيه ما صحيح خدمتهم الاخرين الاخرين الا روبافيكيا بابا كان يخدم روبافيكيا كان بيجي يروح من الخدمه نتاعو يمشي يعمل روبافيكيا وينظف الدباش يقعد يبيع ما انا معاه اي مش انا اي بس اخواتي يعني خدمت اي ونمشي تعتبر هيش خدمه حبيت تقول لي تعاون في بوك وكراو في العطله واحنا نقراو نلموا حق الكرارس نتاعنا وكتبنا ولبستنا بابا الله يرحمه عودنا نعملوا على رواحنا تعبوا عليكم العائله بيان سور تعبوا علينا تعبوا امي ربي يشفيها بابا الله يرحمه تعبوا علينا الكل انا كبير العائله معناها تعتقد اللي هما فخورين بك الحمد لله راضين عليا اهم شيء اهم شيء امك شنو فخورين امي لتوا عندها انا بيبي امي لتوا ما ترقدش كان ما نروح انا
لليوم تبدا خايفه عليا كاني ولدها صغيره لورك انا اكبر ولادها ونقول لها يا امي راني انا 60 سنه توا فيق 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 راني مانيش فايسه لك الصغيره اللي نستنى فيه باش راح من المكتب تاو والدين ربي فضل يعيش ربي فضلها امي ربي يرحمه اكيد شنو نمشيو للفقره هذه كل ما تشوفوا زوز تصاور انت تختار لي تصويره هي اللي باش نحكيوا عليها اكثر دونك نمشيو لفقره واحد من اثنين به اول صوره بين علي الويتي حاتم بالحاش شكون اقرب لك شكون اقرب لي علي الويتي سي نورمال علي الويتي لا علاقه مع حاتم عشت مجد سيت كوميت عند عزيز لوتيل شوف لي حل مع علي الويتي خطاب على الباب نيم تاع روسيا انا كي اخترت علي الويتي مش معناها ناحيه حاتم بالحاج و... قلت لا علاقه اي معناها متق... لا علاقه في الكارير لا علاقه في القرب العلاقه في البدايه مع شكون بديت تفهم في هذه هي العلاقه مش قلت خاتم خايب لا بالعكس خاتم خدمنا مع بعضنا وخيان و... كما قلت لي في اول حوار انه علي الويتي من صحيح. من الناس مش هو اللي عمل شورتي حاتم بالحاج حاتم بالعكس بالعكس عمل شورت بار اكزومبل مع سلاح السيد الله يرحمه سفيان الشعري مش انا فهمت كيف اما انا معروف قبل شوف لي حل بسنين معناها واضح التصويره اللي بعدها باش تقولي ما بين سوسن الجمني عبد الحميد بوشناق شكون تختار؟ والله نختار عبد الحميد خاطر خدمت معاه ونعرفه سوسن ما نعرفهاش الحقيقه تختار عبد الحميد بوشناق راهو مش نحكي على لاني نقيم في قيمه فنيه ولا شيء كاشخاص اخترت عبد الحميد لاني نعرف عبد الحميد داكوردو سوسن شكون ما نعرفهاش مستقبل مستقبل الدراما التونسي برشا مستقبل الدراما ينجم يكونوا الكل الكل وبارمي لي ميور هما زوزا ذوما اللي ذكرتهم انت بارمي لي ميور هما من بي هما من الاوائل لكن الاقرب اللي كنت تقول عبد الحميد خاطر عبد الحميد خدمت معاه التصويره اللي بعدها بين نجيب القاضي رياض النهدي رياض النهدي رياض اي علاش؟ على خاطر بالاساس هو ممثل ومازال ممثل بالاساس رياض قبل نجيب القاضي معناها في الخدمه مع زملاء مع بعضنا ونعرفوا بعضنا ولاد بلاد مع بعضنا معناها بون صحيح كلنا توانسه من نحن ولاد الكيف الزوز وعرفنا بعضنا من قبل معناها خدمنا مع بعضنا من قبل ورياض ولد المسرح على طول ومازال بالقاضي جاء للتلفزه ومشى على روحه وعمل بون معنا في الفرقة مدينه تونس ليكول دي فام مع محمد كوكا ومن بعد مشى ما عاودش مسرح يظل لي تفهم فيا معناها كي الاقرب ليا في الدومين في كل شيء هو رياض النادي معناها عشتوا ذكريات حلوه معناها مع بعض زي حتى مع نجيب في غطاب عباد يودي عملنا فيه كان نجيب القاضي مثلا من اجمل الذكريات ضحك حاسيل في القهوه وين نصوروا في القهوه عرفوا راه صلاح باش يخرج ينطف في شعره يتلموا انا وصلاح مصدق ورياض النهدي وجمال ساسي ونجيب انت برا فضها جو ومع ليك التكنيك زاد عم مختار الله يرحمه مع محسن الفريجي كنا نخدموا ايكيب ام وجين محلينا عائله مع بعضنا معناها هذيك علاش تلقى الحاجه تخرج فيها الروح المجموعه معناها خاطر فما اونتونت بين لكن نجيب مخرج مهم خلينا نقولوا معناها مش غريب اللي انت ما تعاملتش معاه في حتى عمل شوف انا اللي ما عيطليش مش نجي نقول له نجيب تفكرني مش خدمنا مع بعضنا كي ما رانيش ما ريتوش نتفرج في عمله محلاه عمل كحلوشه شخت عليها على الاخر من الاول بكل معناها وعندي لتوا كي نقلق نتفرج فيه معناها بيرسوناج عار عليه ما تلومش عليه تقولوا علاش ما تلومش عليه ما رانيش يا نجيب ما ريتنيش باش نتلفن لك وخي نقول لك تفكرني من انا ما عنديش من طبعي كيكا كان حشتو بيا وراني في خدمه من خدمته عيط لي معناها وفيك بليزير به مثلا رياض النهدي استثمر يعني شخصية عبودة في عمل سماه عبودة شو هو عمل للأطفال وقتها أي من مدة مش بعيدة ياسر علاش ما عملتش كيف شوف أنا ضد أني نستثمر خدمة الناس عبودة رو اسم كتبوا عليه الواتي مش بتاع رياض النهدي
تفهم فيه؟ معناها نستثمر في حاجه نتاع الناس، معناها عباره هو استثمر في حاجه نتاع الناس. اذا تقول لي عبوده شو معناها؟ اي اسمه هكا عبوده شو؟ اي معناها خذا البيرسوناج نتاع عبوده اللي فوق طبع الباب حطوا في مسرحيه. ما نعملهاش انا بعد 16 سنه تسقط حقوق الملكيه. اه ما نعرفهاش معلومه، وانا جوستي كونتر في البرانسيب. آه. ماهيش من القانون ولا انا جوستي كونتر في البرانسيب. انا ريت ريتني في التلفزه ما يلزمكش تراني انا في المسرح، هذاك هو. نعاود في روحي يتفرج في المسلسل علاش جاني معناها انا باش نعمل مسرحيه نعمل حاجه توفر بالحاج زايده توا عندها عمل في السياق هذا. انا منيش على زملائي يخدموا ربي عينهم، اما انا كل واحد حر في اختياراته، كل واحد عنده مبدا يمشي به. كل واحد انت ضد المبدا هذا؟ انا شخصيا ما نعملوش. انا انت شخصيا ما تعملوش. انا كي استثمرت في خط طبع الباب توب سكسي نتاعي داكور كانوا بوستيرات يهبطوا في الجرايد معناها، لا كان فيسبوك لا حتى شيء معناها. وعملت وان مان شو فقط. فهمت التصويره اللي بعدها ما بين بسام الحمراوي كريم الغربي، شكون يضحكك اكثر؟ والله ما يتخل ما يختلفوش على بعضهم، هما زوز محليهم معناها. اختار لي اسم. هذه قانون اللعبه، لازمك لازم ناخذ التصوير اللي يضحكك. هما زوز ما يضحكونيش. اه زوز اي مزا. اما لا اكثر الابرك حائل ابرك بسام. بسام بالنسبه لي انا بسام حمراوي. بي شفت الفيلم الاخير سوبر تونسي؟ لا مازلت ما شفتوش اليوم. مازلت ما شفتوش. ما شفتوش موقف منك ولا؟ اه لا موقف منك. لا بالعكس لا ما جاتش الفرصه. انا مش نتفرج حتى ما عجبنيش قول رايي معناها. اه تتفرج ما جاتش الفرصه غاطس المده ذي وعندي عرس بنتي وخدمه. ينجموا يكونوا تطوروا مثلا يوليوا يعجبوك. اي بوركوا با. باهي انت سالوك على عليهم في فكره سامي الفهري مع زميلنا هادي زعايم. قلت ولا انت كنت ما اعتبرتهمش ممثلين اصلا؟ قلت اساتذه تربيه مسرحيه. اش قلت بالضبط؟ إيه 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 قلت كريم الغربي وبسام حمراوي سفيان دهش ما تعجبنيش خدمتهم، ما يضحكونيش. ينجموا يضحكوا 6000 متفرج، انا لا. وقت اللي يوليوا يحترموا شويه الدومين وما ياخذوش حاجه قالها واحد في القهوه. قلت شنو الفرق بينه هو واللي في القهوه؟ اساتذه تربيه مسرحيه مش متكون باش يولي ممثل، التمثيل موهبه. هذا اللي انت قلته. جاوبك بسام الحمراوي، نسمعوا مع بعضنا شنو قال. والله العظيم وترتني هذه، اقسم بالله العظيم. لخاطر تو في تونس الكلام سهل. الكلام سهل. في ساعه هكا بتاع تخليها تخليها تو، علاش تحب ديما التجارب؟ احنا تو مازلنا في مرحله التجارب، هي تجربه وتوئدها. خل تاخو حظها، خل تاخو هكا سيتها وبعديك اعمل شنيا اعمل شنيا تحب. وبجاه ربي بجاه محمد عاد حتى واحد من الدومين يحكم على خدمه من الدومين. ريتني انا ما عادش عاطي راي في حد شيء وما عنديش الحق، ويساق عليا نعطي راي في واحد اخر. خل الجمهور يحكم يا خوي. تضرب اثنين حال فمك انت وتعتب ما تعطيش رايك بعد ما عم ما عادش تعطي رايك. انا يعني نعلنها ما عادش عاطي راي في حتى حد، وعمري ما عطيت راي في حد. بربي لا عاد حتى حد يعطي رايه في، وعاد حتى حد تسالوا علي ما عادش تخرج تصويرتي. الزملاء الزملاء فما برشا قلوب خايبه بصراحه. والله فما براد واحد يبدا عامل هكا تي بروجي كلها تنزل كلها تولي تفهم كلها تفتي، وكان دك توخر تقول له فازي ترى قدم اعمل بروجي تقعد يخزر لك يعمل لك. هذا كان تصريحه في فكره سامي. شنو تجاوب؟ انا غاضني بسام. غاضك؟ والله غاضني، خاطر وتر ومسكين جاي عامل جو يحكي على مسرحيته وشيخ بالعروض نتاعه وكل شيء، وكادي زعيم ما فخو يعرف كيفاش تزرق عطاها له ولا تقرا ولا تكتب. غاضك؟ غاضني مسكين، قال وترتني وسكت. اما جاوبك؟ اما مون دو سيلونس. جاوب غلط. شنو جاوب غلط؟ جاوب على سؤال ما تسالوش. انا لا حكيت على الفيلم ولا حكيت على بسام وكريم توا، ولا هو قال لي توا نهار اللي استدعاني زعيم قال لي توا شنو رايك فيهم؟ قال لي انت صرحت قبل يحكي لك على التصريح الاولى اللي خدموهم والمسرحيات الاولى اللي عملوهم، والراي انا على ذاك مش على الفيلم ولا على بسام اليوم ولا على كريم اليوم، راهو تختلف. هو مسكين حطوا كانه قال له فيصل بالزين قال عليك درا شنو على الفيلم، ولا يقول بالله خلينا علاش تؤدوا فيها. لا وخي ربي يعينك. انت الفيلم ما شفتوش يا كريم؟ مازلت ما شفتوش انا الفيلم. وانا حتى كان نعطي رأيي راني ما نقمعش ولا نفرض، نعطي رأيي من وجهة نظري. لكن هو مسكين بسام حسيته دلول. هو قالك ما عادش تعطي رأيك فيا؟ لا لا هو قال تلتزم. قال هو لا هو قال
انا واحد من الناس ما عادش نعطي رايي في حتى ولا مزيان ما يدبرش عليا هذا ليه ماش واحد يحكم على حد يقول له ما عادش تعطي رايك في الفنانين قالكم ما عادش يحكي عليا حد لا لا وانا ما عادش نحكي على حد ما عادش هو قال الفنانين كل ماذا بكم ما عادش تعطي اي منهم انت اي نحن فنانين تلتزم حتى كان نلتزم بشنو باش ما عادش تحكي على بسام حمراوي يا بنتي نحكي خويا ذاك صغير بسام وممثل محلاه يا بنتي ماهيش علاقة واحد عركة راهي هي راهو بالله سامحوني راهو انتم كانكم تحبوا تعملوا لنا هكا باش انا غدوة بسام يقول تشنجوا لا 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 احنا نحبوا نفهموا يشنجوا هادي زعايم يجاوب كيما كيكا مسكين توترتوه الراجل توتر جاوب على فيصل بزين كيما كيكا واحتراما حسيت لا ما نقولوا مش مسكين هو ما لا مسكين بالسنس بوزيتيف مسكين كاخويا مش مسكين معناها اي ما عادي عادي ساعات يمكن راهو الديالكت ما بيناتنا يختلف بحسب الجيل انا من الجيل القديم راك تقول مسكين مش بالحقره معناها لا انا بيجي ما نقصدش بالحقره انا نحكي لك يعني ما هو جاوب يتحمل مسؤوليه اجابته لا مسكين لا اثروا عليه لا حاجه على حاجه غالطه بسام محلاك راني كي تكلمت على قديمك ونعاود نقول قديمك راني فيه ما شفتوش وراو سؤالك سؤال هادي العايم زعيم ليك مش انا قلت في الفيلم وباش انت تقول يؤدوه ما حكيتش على الفيلم احكي لك على كلام قلته عليكم قبل في اعمالكم السابقه جو دي بيان السابقه واتحمل مسؤوليتي اما لليوم ما يضحككش ليه لليوم تو حطيت لك التصويره فيها بسام وكريم قلت لي ما يضحكونيش الزوز اي ما يضحكونيش مش معناها لليوم مش يعني. معناها هما خايبين راهو مش معناها هما مش ممثلين راهو روكي ما يضحكوش قلت ما يضحكونيش انا اي وانا نحكي معاك انت ضيف اي ليه ما خاطر تمشيش تتاول ان العكس معناها ما فهمتش انا تتاول ما يضحكوش معناها فيصل بزين اي عندهم ما شاء الله جمهورهم الكل وعروضهم ناجحه والحمد لله ومحلاهم انا الكوميك بتاعهم ما يضحكنيش انا ني بليز ني مو لا يستهويك شكون يضحكك من الكوميديين الموجودين توا؟ توا يضحكني انا شوف نضحك على سيتياسيون وعندي في الباك جراوند نتاعي ناس قبل تضحك ناصر الدين مختار الله يرحمه كان يضحك بضحك ريت محلاه والشباب توا الشباب توا محليهم هما ما في جيلهم ما ينجمش شباب توا يضحكني انا ماناش فرد مانيش فرد جاج من تفهم فيا اي ما كنتش فرد جو ومانيش فرد جيل اي ما كنتش فوالا معناها ينجم هو يضحك نجم لغته ما تفهمهاش بالضبط هذا هو باهي التصويرة اللي بعدها بين محمد علي التونسي وسابر سيزار الافضل بالنسبه ليك شكون تراه مستقبل الضحك في تونس؟ والله ما نكذبش عليك ما تحطنيش في حرج ما نراش حتى حد مش مستقبل الضحك معناها الكلهم شباب وينجموا يقدموا ويعملوا حاجات باهيه محمد علي التونسي شفت له حاجات الاخر الحقيقه ما ريتلوش مش ما نحكمش معناها بالغلط محمد علي ريت له حاجات ونعرف بدايته محمد علي نعرف والله دوب ما بدا نتذكر كيفاش مع جعفر وكل وتحسوا هو كي جاي حتى من البلاد كي جاي مغروم وعنده روح يحب معناها يوصل ويحب يتعلم وكل الاخر الحقيقه ما تعرفوش ما نجمش نحكم تقصير منك مني انك ما تتبعش زوز عندهم اعمال مسرحيه ما نجمش نعرفهم الكل ما نجمش نتفرج في الاعمال الكل انا توا لكن هما نجوم اليوم معروفين يعني عندهم جمهور هاني قلت لك ما عادش تقول نجوم ما عندناش نجوم في تونس انت تعتبر معناش وانا نعتبر عنا نجوم في تونس بنجوميه تونس بمعايير تونس بالاربع عروض يعملوا فيهم بمعايير لمين نهجي مش نجم نعم منين نور الدين يعني ما نجمش نلقبهم بحاجه اخرى فنانين كبار اذا نجوم شوف لي حل حكيت فيه برشا انت يمكن في حوارات ويحكيوا في حتى زملاء ولا يحكيوا فيا راهو انا مش نحب نحكي كيما انا نحكي فيك ما انت عطيتني ولا حاجه قلت نحب نحكي فيها ساعات انا من مثلا موضوع حكيته برشا مرات يعاود يستدعاك تاخذ بالخاطر تعاود تحكي فيه الورك هو انت بكلاسيتو انا عندي فقط خمسه اسئله كاو خمسه اسئله خاصين شوف لي حل في حوار صراحه به قولي شكون اقرب شخص ليك في شوف لي حل من الممثلين تقنيين مخرج اللي تحب انت لا ما حدد لي اما خاطرك تقولي من الكل برشا نختار برشا الكل اما من الممثلين نقول من الممثلين منى نور الدين سفيان الشعري زوز تختار هذوما الاقرب ليك الأقرب لليوم معناتها مع مدام منى نور الدين العلاقه وسفيان لين توفى وسفيان صاحبي الله يرحمه خويا هذاك فما خفايا ما نعرفهاش كان انا وسفيان
الله يرحمه خفايا اي في الدنيا معناها ثم حاجات مش في العمل بشر يهرب لك وحتى في العمل حتى في العمل مو كي يربط اللي في الدنيا يخرج على علاش ما تحكيهمش الخفايا لا راجل ميت ومسي مشي على روحه حاجات باهية راه مش خايبة باهية اي حاجات ما نحكيو الباهية لا لا ما يسالش الله يرحمه فك علينا نوليو الاول وكل حاجات محليهم راجل فنان راجل حساس بيبي محليه يهرب توفى والله يرتاح سفيان الله يرحمه ارتاح والله بالحق والله انا نحسه هكاك ريت العبد يبدا فراجيل برشا بالنسبة لي انا مش بلاصتو الدنيا كان مظلوم؟ ليه ليه فراجيل نحكي لك مظلوم الناس كل مظلومة والناس كل ظالمة والناس كل مظلومة هذيك الحياة هي صراع بين الظالم والمظلوم أما كيبدأ إنسان سكوتي يعني مش شرس يدافع يتكلم ما يموش تولي تقول له بالرسمي كي ربي يهزم تاعه ربي يرحمه رحمه ربي الله يرحمه الله يرحمه نعم خاطر فين ثاني سؤال تفضل شوف لي حل عمل جماعي أما السر مش تقول لي في كتيبة حاتم بالحاج أو توجيهات سي سلاح جنسي بالكامل زوز الأكثر. عمل جماعي بأتم معنى الكلمة من التكنيسيان للي يجيب في الماء للشوفير للمخرج للحاتم بالحاج لينا نحن الممثلين واللي يقول عكس ذاك يتفضل يحكي معاه هاني باش نقولها تحدي تحدي اللي يقول شوف لي حل حاتم بالحاج كهو نقول له راك غلط مليار في المية وأتحداك سؤال ثالث تفضل صلاح الدين السيد ما كانش يعمل حوارات الضوء الكل خذاه حاتم بالحاج صحيح هذا مثلا 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 اي بالطبيعه وقت انا وياك تشارنا في ديو في برنامج انت ما تحبش تعمل انترفيوات شكون باش يجيو باش يجوني لي انا نقول انا لا يجيوك ليك انت مش مقصود ما يحبش هو ما يحبش هو ما يحبش من قبل صلاح اختيار من صلاح يخدم يخدم موج صلاح ريت يفرح كي تنجح الخدمة بتاعه ويحزن كي ما ينجحش الخدمة يعني حاتم بتاعه. يحب الأضواء وشي خاطر ولد الأضواء حاتم ولد الصحافة والكل سي نورمال باش يحب الأضواء للتاريخ صحيح وإلا غلط كان فما صراع في شوف لي حل على الأجور وصل التصوير توقف مرات بسبب فلان سمع أنه فلان ياخذ شيء أكثر منه من الكواليس نعطيك مصادري بالله قرب منكم فيكم ما يسالش قرب لي باش انا نجاوب من المجموعه اللي شاركت في شوف لي حل إيه صارت من صارت. اما باش توقيف تصوير هذه ما سمعتش بها بتتر انا باش نصور نهارتها اما صارت توقف صارت. تصوير خاطر هذا فلان يخلص اكثر مني يعني صاروا يعني مناوشات لا لا صارت مشاكل صغيره على فلان يخلص اكثر مني ولا فلان خذا اكثر مني سمعت صارت اما انا حضرت هذه اول مره تحكي فيها في الاعلام وما تحكيش فيها قبل حتى ما تحكيش فيها قبل واحد مشكلتنا نحبوا نظهروا كان البي الخايب ما نحبوش نظهروا هذيك هي اما هي فما برشا كواليس من فما برشا كواليس برشا كواليس انت تو اللي ضحك في شوف لي حل انا نمشيو للبوزيتيف ما نمشيوش للنيجاتيف اللي ضحك في شوف لي حل كان تعديوا اللي قعدوا لي بيتيزي تو يضحكوا اكثر من شوف لي حل والله اما تصير مشاكل راه تنجم شكون كان يغير من لا ممثل الاخر يحب يخلص اكثر هو ترى شوف انا وقت النيغوسي كونتراتو يعني نقول له ما تقولوليش فلان قداش خذا ما يهمنيش انا هاوش طالب اكثر انا فلان اكثر واحد سقص علي انا قداش خذيت وهو لقى روحه مظلوم ما خذاش خويا انت نيغوسي كونتراتوك انت مش باش يدخلوا باش يدخلوني انا معاك انت ناقش كونتراتوك وحدك انت تناقش تفهم فيا؟ ما نعرفش شكون اللي تخالف ويظهر لي سفيان وندرى شكون اللي ما نعرفش موجود فيه سفيان الشاري يظهر لي الحادث هذا يظهر وممثل اخر انا سمعت مانيش حاضر حاجه مانيش حاضر لا من هو كمال تويتي؟ يمكن انا مانيش حاضر اما عندك الاسماء؟ لا ما عنديش مع شكون لا معناها عودوا لك لا لا ماكش شاهد عيان لكن عودوا لك مع شكون ما نعرفش شكون ما تعرفش شكون ما نعرفش شكون خاطر برشا كانوا يخدموا شوف هما وقت يخلصوا بالنومبر دو جور دو تورناج. فهمت كيفاه؟ سفيان من الناس اللي عنده برشا نومبر جور دو تورناج. اللي عنده اكثر يخلص اكثر. من المفروض. معناها انا عندي 35 جور دو تورناج. مش كيما سفيان مثلا عنده 60 جور يخدم كل يوم فهمت كيفاه؟ مش كيف. سي نورمال باش يخلص اكثر. سي نورمال هو قارن بزميل لي يمكن بعد شنو صار عندك معلومات؟ لا 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 تعديت عادي موقف لتورناج انا
انا ما نذكرش، انا بريسك نصور كل يوم، كان مش نهار بعد نهار. في اي تصوير كنت ما صارتش حاجه كيما هكا، لكن سمعت تكنيك ولا صارت حاجه استحيل ولا صارت عركه ولا ما. خمس سؤال، مش الناس الكل استفادت من نجاح شوف لي حل وتزادت كاشياتهم، خلينا نقولوا ثلاثه من الناس ربما اللي استفادوا ماديا، صحيح ولا غلط؟ انا ما نعرفش كاشيات قداش. الاكيد الاكيد اللي استفادوا هو الكاتب المخرج ولا البطولات، كمال اسمه سفيان الله يرحمه. انت دورك مهم. هذوما لا مش بطوله، انا مش كما كمال يعني مش كما كمال سفيان. اي بالطبيعه راه يظهر في كل سيكونس. انا نظهر بعد قداش في الحلقه، نظهر دو تروا سيكونس في الحلقه، راه مش كيف كيف، ما تقارنش ما تقارنش. انا نبدا عندي عروض ونمشي نخدم وجماعه نصوروا، ساعات نمشي انا نبحر ونلقاهم يصوروا، فهمت كيف نكلمهم لا مازالوا يصوروا. يعني عادي اذا كان ينجح سيتكوم من موسم الاخر في المواسم اللي بعدهم يزيدوا ليهم هو ما يزيدوش كيما صار في خطاب على الباب، مش كيما الاول كيما الثاني خلصنا وعطونا بونيس. يا بنتي وقت كانت التلفزه التلفزه كان العز وكان الدلال وكان القدر، صحيح ما كناش نخلصوا برشا اما بارابور على الفلوس وقتها فلوس مش كيما توا. تي توا تختار الاكثر الاعمال اللي خدمتهم مقلوب فيهم. زنقة الباشا ذاك اللي تعدى في حنا بعد شو اسمه نسيت اسمه تلمو مليان ما خلصش. شكون اخر بخلاف برشا برشا والله برشا والله. والتجأت للقضاء؟ ولا التجأت للقضاء لا شيء، تصرف اكثر منهم. وبيسكر شركة يعطيك عنوان غلط ورا فرق. قول لهم اليوم اعطيوني فلوسي. بالطبيعة اللي ينسالوا فلوس خويا يحب يخلص روحه قدام ربي يعطيني فلوس 10 ملايين في زنقة الباشا. بخلاف الأعمال الأخرى اللي أنت كانت لمهم تو خويا غدوة تتفرهد برشا لو شنو نتفرهد؟ نطير خليك نحلموا شوية نمشيو للكاشير. نحلم حقي راه مش مزيان مش عطيني من المفروض ريت أختي من المفروض نمشيو معاك لفقرة كاستينج. هذه لعبة صغيرة شنعملوا كاستينج به في دور سليمان الأبيض اللي هو كمال تويتي تحية لي الكبير. شكون ينجم يكون في الدور هذا؟ باش نعطيك ثلاثة أسامي وأنت قولي شكون ينجم يكون في دور سليمان الأبيض. فتحي المسلماني، جمال ساسي، يونس الفارحي. فتحي المسلماني شوف جمال ساسي ينجموا الكل يكونوا الكل، اما كل واحد يخدمه بطريقته. تتبعد صحيت على خاطر كل ممثل يعطي من شخصه للشخصيه. يعني من معناه من 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 روحه من طبيعته. توا تغزر تقول يا فيصل بزي نعطي من روحي للشخصيه، مش كيما يعطي كمال كيما نعطي انا كيما يعطي جمال كيما يعطي كيما يعطي شو اسمه اللي سميتهم اللي معناه يوسف فهي. يوسف كيما فهمت يوسف فهي. معناها كل واحد كان خذا الدور يقدمه بطريقه، كمال قدمه بطريقته، كيتي معناها ما احلاها. نمشيو لدور زينب جسدته ممثله جميله الشيحي، شكون ينجم يكون فيه؟ كوثر باردي، ريما الرياحي، دورساف مملوك. الكلهم ينجموا يخدموه زاد. دورساف؟ اي. تشوفها في دور زينب؟ اي. ها؟ علاش لا؟ كوثر كيف كيف؟ يجيو يجيو. اختاروا انت اختارت كلهم بنات المسرح ويجيو ويجيو دورهم يفضيله. اي المنى نور الدين سيدة منى نور الدين. دليله مفتاحي، عزيزه ابو لابيار، ناجيه الورغي. ناجيه الورغي ورغي تخدم مسرح اكثر وتخدم اكثر هكا تراجيدي اكثر من الكوميدي. باهي رغم اني خدمت في التلفزه. اي عزيزه تنجم عزيزة ابو لابيار اي تجي في دور نجم. يعني نجم. في دور تعمل له حكايه تنجم خاطر بنت مسرح. دليله كيف كيف تنجم الاقرب دونك تختار عزيزة ابو لابيار. هو بيناتنا الدور منى نور الدين ما عرفش علاش منى نور الدين تنجمش يكون وحده الحقيقه يعني. عندها صفات منى نور الدين في طريقه كلامها تلقى ما يجيوش عند حد اخر معناها يعني. اما لو رول راهو يقدوا اي ممثله تقدوا به دور أماني يسرى المناعي جسدته. شكون تجي في بلاصتها؟ أحلام الفقيه، فاطمة برتقيس، سارة التونسي. هذوما نسمع بهم ما ريتهمش يخدموا.
ما نجمش نقول لك انا حطيتني في جينيراسيون خطيتني تعرفهم تنشاور عليهم بنتي ديما يقولوا لي تشاور بنتي اي ما نعرفهم كيفاش ما تفرجش في الاعمال اما ريتش ما تفرجش في اعمالهم ما نجمش نقول لك انا شكون تنجم ونعرف شنو نعرفها تخدم ولا ما تخدمش ما نحكي على ناس نعرفهم في فلوجة اي تفرج شويه اذا هما دي جون البنات هذوما يخدموا ينجموا ينجموا يخدموا دور فاطمه الاميمه بن حفصيه ساره شريف دنيا الفقيه رنيم علياني هذوما كل تحكي عليهم ما نعرفهمش جمله ما نعرفهمش يمكن راهم ما نعرفش نسميهم نقول لهم نتكلم عليهم ما نعرفش اسمها بالضبط شاركوا في فلوجة ليه هو شوف هو دور امتيت فيه جون بروميير في هكا في سيت كوم اي وحده في العمر هذاك تنجم معناها بالخدمه تجيب اي ممثله قصد اي اي ممثلين هما هذوما بروفيسيونيل مازالوا صغار كيفاش نقولوا ما محترفات اول تجربه ليهم يعني في فلوجه شنو الكل معناها اول تجربه معناها وقتها وميمة بن حفصيه محترفه لا توا كي تكلمني على دور كبير باش يخدم دور اخر الممثل بروفيسيونيل سي سو ميتي يبدل يخدم خدمته هي اما صغير سا ديبون البروفيل نتاعو وجهه يعطي ما يعطيش فهمت واضح به دور عزه الكوثر عز. بالحاج اروى بن اسماعيل سامح سانكاري سونيا بالملقاسم سونيا بالملقاسم نعرفها لا سونيا بعيدة باش تخدم دور عز عز من لا ماهيش فرد دي بروفيل فهمت كيف آه. اي بروفيل هون كل نختاروا في دي بروفيل سامح سانكاري مي سونيا كي تشوفها في البيرسوناج تاع عز ما همش تفهم فيها سامح سانكاري حتى في فيزيونومي دونك قاعدة سامح سانكاري اروى بن اسماعيل ما نعرفهمش اروى وسمي وسامح ما نعرفهمش تعرفهم شي يخدموا ما نعرفهمش نعرفهمش بكتابات مانيش معدل مع الجيل توا الصغير هذا بكل اقل اكثر حاجه انا وصلت لها استاذ مسرح كريم بسام فيصل هذوما معناها جيل اما هذوما بتاع الفيسبوك والانستغرامات واحد لا اروى كيما بسام كيما كريم معناها خدمت في البرامج المعروفه في قنوات معروفه طبعا استاذ مسرح دور بيجي ماتريكس اللي هو توفيق البحري الله يرحمه إكرام عزوز، جمال مداني، سفيان دهش. لا جمال مداني بعيد. بعيد. إكرام عزوز، سفيان دهش. إكرام سفيان ممكن. ممكن. إكرام إكرام وسفيان دهش ممكن. بيناتهم الأقرب. إيه. والله يقدوا إكرام وسادة سفيان يقدوا زاد. ينجم كل واحد منهم يعطيه هكا حاجة أخرى تمشي. أما لا الآخر لا. دور جنة العرافة، مدام أمال باكوش. زهيرة بن عمار. ليلى الشابي نجوى ميلاد زهيرة بن عمار ليلى الشابي نجوى ميلاد ليلى الشابي بوتيتر نجوى ميلاد بوتيتر زهيرة نستبعد ستيل زهيرة مش هذاك مش هذاك دونك ما بين نجوى ميلاد وليلى الشابي صحيح ينجموهم في دور فوشيكا فيصل بالزين أي واحد ينجم يخدمو أي واحد باش نعطيك أنا ثلاثة احتمالات كريم الغربي بسام حمراوي عزيز جبالي ينجموا يخدموه بطريقتهم الثلاثة الثلاثة تواضع منك كمخرج انت تو خذ بلاصة المخرج والله نحكي حقيقة راهو انا كمخرج نعطي فيصل بزين يمشي بيا للثنية نجم نجيب بسام يهزني في ثنية أخرى نجم نجيب كريم يهزني في ثنية معناه يخدم البيرسوناج موجود أما يحطه ويعطيه من روحه شنو يخرجولي به دور أسبوعي سفيان الله يرحمه مانيش نحط لك احتمالات اي فهم شكون كان ينجم في بلاصتو لا سفيان كيما هو لا لا والله لا ما يتعوض حتى حد ما ينجم يعوض سفيان الشعري ما فماش في تونس شكون يعوض سفيان الشعري شوف الله يرحمه فما ناس ما تعوضهمش تحب نحكيهم ماهوش غرور مع فيصل بزين ما تعوضوش موت فيصل بزين ما تلقاش فيصل بزين واحد بعد عمر طويل يا ربي يطول في عمرنا في الخير نتمنى باش نموتوا سفيان الشعري فينومين ما تنجمش تعوضه تلقى الفيزيكا ذيك ما تلقاش الروح تاع سفيان تفركس عليه ما تلقاهاش سفيان اكسبسيون داكوردو انا كيف كيف تلقى كيفي لماك ما تلقاش انا معناه بالضبط كيفي يعني نجم يعوض ديجا لحد الان ما ريتش ممثل في تونس ينجم يعوضني لليوم لليوم لا في لا في البدن لا في الجو لا في حتى
فما راقصار خدموا اللي يخدموا ويخدموا ناجحين ربي ينجحهم جو سوي با كونت، لكن مختلفين في الفيزيك، مختلفين في الاداء، مختلفين في البرانسيب. فهمت؟ به كمان من اللاف هذيا فيصل، احنا توا على ابواب رمضان نعرفوا لي في الاعمال ديما تجي في رمضان، توحشت التورناجات الاجواء؟ اكيد نكذب كان نقول لا توحشت. لا الحقيقه انا شوف ما تخرجش الحوته من الماء وتقول لها تحطها في كوار ماء وما تقول لها توحشت البحر. تفهم فيا التورناج راهو ان امبيونس حاجه معناها تعوم في بحر نتاعك، الامبيونس نتاع التصوير والجو هذاك وكالبيرسوناج الجديده والعباد والحاجه اللي تحب تستنى باش تعديها للعباد في رمضان، وتحب توري روحك شنو تنجم تعمل انت واصحابك، وشنو هو الامباكت نتاع المسلسل ولا السيت كوم اللي باش يصير عند لا. وفي في غياب هذا الكل توا في الميدان، فماش حاجه سيرتو لي سيت كوم حاجه فريمون هكا خذيت على شوف لي حل، تقول معليش ما لكن بعد تقول ايو يا بري داكوردو، ما تمشيش تعوم في بحر غير بحرك تلقى روحك ماكش لاز. معناها اليوم في ثلاثة أعمال درامية ما فماش بلاصة؟ لا عيطوا لي وقلت لهم أنا قلت لهم لا. كيف ما يشوفوكش؟ ما عيطوا ليش، ما عيطوا ليش، عيطوا لي تلومهم السوريين في نحكي على الأعمال اللي تعدى رمضان السنة الثالثة جملي الهيفا البن يوسف معاوية بن أبي سفيان كان باش تعدى سنة باش تعدى سنة معناها عيطوا لي ما تفهمنيش بكا، أما أولاد بلادي ما عيط لي حد. ما فهمتوش في الفلوس؟ شكون؟ معاوية. معاوية بن أبي سفيان. من الأول تفهمنا على الدور باش يتصور في حلقتي، معناها يظهر في حلقتي، في حلقتين ودور امبورتون حتى تاريخيا. لكن بعد وقت يجيو يحكيو معايا قبل ما يحكيو معايا على الفلوس قالوا لي نقصنا في الدور. نقصت في الدور وأنا معناها ما شاورتنيش من راسك ما يعني مهم لهالدرجة الدور. وليت وزيد تكلموا على الفلوس. عطاوني بري خدمت به انا 15 ولا 20 سنه التالي، قلت لهم ديزولي سامحوني ما نخدمش انا كيك. ورفضت. واضح. شكرا لك فيصل بزين، يعطيك الصحه، نورتني بحضورك معنا. منور بوجودك. يعيشك. وميرسي على الانفيتاسيون. يعيشك. وموفقه ديما. يعيشك. وان شاء الله ما نكونوش ضيوف رزان على المتفرج. لا ان شاء الله اكيد اكيد لا اكيد لا. شكرا لك كان ضيفنا فيصل بزين. خلينا نخرجوا فاصل وراجعين. ضيفتنا صاحبة شركة سيزاس إلينا ديميسي، أهلا وسهلا. السلام عليكم. مرحبا بك إلينا. عايشك. دونك اليوم باش نحكيو على سويسرا، اللي ما نعرفش التوانسة يحبوها برشا ولا شوي شوي. حبوها حبوها برشا، ما غالية برشا هي. غالية برشا. كوم نيفو دو في، أما كراية بلاش، هذاك علاش حبوها حبوها. خلينا في القراية احنا. خلينا القراية. خلينا في القراية. لي زيتيود غراتوي. معناتها الليسونس ولا ماستير غراتوي كانش لعبات يحب يقراو بلاش باك، فما لي فورماسيون مداك بيون وغاليين برشا. غاليين برشا. بيان سور فما ليزونيفرسيتي بريفي، مي ديما نشوفوا الحال في ليزونيفرسيتي ايتاتيك باش بلاش. اي تري بيان. دونك معناتها اللي يحب يمشي لسويسرا راهو القرايه بلاش في ليتاتيك، اما اكيد فما دي كونديسيون اخرى. جوست كونديسيون بالنسبه اللي عنده باك لازم 12 دو موين 12 اوبليغاتوار معناتها 11.99 نو. وفما حاجه اخرى باك انفورماتيك، باك ايكونومي وباك سبور، سبا مش ريكوني ما تستعرفوش. معناتها باك ما باك مات، باك تكنيك، باك سيونس وباك ليتر افيك اوبسيون سيونس. هذاك الكاتر الاورينتاسيون ما تنجم يعملوا اي سبيسياليتي، حتى باك تكنيك تحب يعمل فارماسي سي بوسيبل. معناتها هو تنجم ولا ما تنجمش حاجه اخرى، اما بالنسبه للكونديسيون وي سي بوسيبل. اي ينجموا. وشنو هي اللغه المطلوبه غادي؟ الفرونسي، نخدموا بارتي فرانكوفون فرونسي. وشكون عنده نيفو بي 2 في المون يحب يعمل في بارتي المون سي بوسيبل. 99% نخدموا بارتي فرانكوفون بالفرونسي، وحاجه باهيه بور لتوانسه معناتها مش لازم تيست تي سي اف في الفرونسي اوفيسيال. معناتها بالنسبه لتوانسه يحسبوا لونغ برسك ماترنيل فرونسي. هذاك اللي حاجه الوحيده. حتى وقت ناقص شويه في فرونسي سي با سي با غراف. بعد الاكسبيريونس غادي تو يتخلص. يديرك احنا نقولوا ينجم يلقى روحه. دونك الانسكريبسيون تبدا محلوله بيريود هذايا ولا فما في وقتاش في سويسرا وقتاش ينجموا يعملوا في سويسرا فما دو سيسيون.
سيسيون في فيفري رونتري في فيفري ورونتري في سبتمبر ما في فيفري ما فماش توت لي سبيسياليتي وما فماش بالنسبه للنوفو برشليه ما فماش رونتري كانش باك باك بلس 3 واللي وقت عنده باك بلس 3 وخب اود من لو ليسونس سي بوسيبل في فيفري ما موش توت لي سبيسياليتي فما سبور فما دروا انفورماتيك ما توسكي ليكونومي فينونس نو ما في سبتمبر فما كل شيء توت لي سبيسياليتي وما شنو مالي سبيسياليتي وتوت لي سبيسياليتي اللي تحب انت سوف ميدسين وميدسين دونتير ميدسين وميدسين دونتير ما يقبلوش لي زترونجي مش توانسه برك حتى فرانسيس ما يقبلوش حتى الالمان لا معناتها هما عندهم بلايص بور السويسريين اكاهو اكاهو اي سينو توت لي سبيسياليتي بوسيبل افيك دوز دو موين بالنسبه للابات اللي عندهم ليسونس ما عادش فما مشكله في باك قداش موين معناتها عنده ليسونس وبروجرام معناتها بريست كيف كيف معناتها نجم يدخل يقرا في ماستر برضو ساعات ساعات فما ناقصه معناتها مونك دي ماتير برشا معناتها ديفيرونس في بروجرام كبيره يتايخو سيمستر ولا ام سميو بري ماستر ماي نشوف سي باغراف على خاطر نيفو كوميم نيفو تاع ليزيتيو تاع سويسرا كوية معناتها وقت يخسر سي موا ولا ان اون ويدخل في ماستير تاتيك معناتها في حاجه باهيه معناتها مش مشكل بيان سور بيان سور دونك فما انسكريبسيون شهر هذايا شهر الداخل تاو تاو جانفي فيفري فما توت لي فاكولتي مخلولين ولا شي اجل بعد راه لا 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 فما شويه مارس افريل اما مش الكل ما بعد فان افريل ماش فما حتى انسكريبسيون لا في تاتيك لا في بريفي لا في فورماسيون لا في حتى شيء فوالا يستغلوا الفرصه تاو جانفي فيفري وي جانفي فيفري وي فوالا اللي يحب ياخذ اكثر تفاصيل بالطبيعه يكلمكم على ارقامكم اسفل الشاشه سينو يمشي لكم لافايت الساحل ولا في اللاك 2 ميرسي إلينا يعطيك الصحة يعيشك مايس شكرا ليك مع سيزيس ديما لاباس وتوا خنمشيو للحالات الاجتماعية نمشيو نشوفوا أنيسة عثماني شنو اقترحت علينا من حالة لليلة وراجع جين في الكبارية حي بوحجة عزيز قبل عملت نهاري بكرة عملية زاد على الغصة كه وقت الحال حال ربي 250 مي ضو مصروف صغير
كانت هذه فقرة تبع الحكاية مع زميلتنا نساء عثماني. اللي حب يتفاعل مع الحالة بالطبيعة يتصل بنساء، يتصل بالعائلة ذي كما كنتوا تشوفوا في الرقم في الروبورتاج. نخرجوا فاصل وراجعين. رجعنا لكم من جديد ونستقبلوا ضيفنا اللي هو زيد جينا من جديد الشاب قابل. اهلا وسهلا. مرحبا بك اختي. مرحبا نورتي. ربي ينور ان شاء الله. سهلا. دونك جديدك ناي جيت للمحفل. هي. اغنيه جديده، قولي كلمات والحان شكون؟ الاغنيه هذه تقول ناي جيت للمحفل متعني وفني ليه زهيد وميسة زغرت وتحني قالوا لي العيد. هكا. لا ليش هكا؟ شويه. الاغنيه هذه من كلمات والحان الشعر خولة خليفة دريد زبارة. أيه؟ توزيع والتسجيل استوديو رامي بن عمر. هي ديجا موجودة عشان يوتيوب متاعي، ما عندهاش برشا ملي موجودة. عامل بريسك توا عشان الفيو على العشان. الحمد لله يا ربي، هذا من فضل ربي سبحانه وتعالى. الأغنية هذه ديجا فيديو كليب موجود على اليوتيوب، وإن شاء الله ديما الجاي خير إن شاء الله. خدمتها مالا شوية كسبونسورين؟ لا والله لا، ما نخدم سبونسوريزي. لا ما عنديش، لا ما نخدم سبونسوريزي. ديما عندي شان ما شاء الله، قاعد نخدم على روحي وإن شاء الله اللي جاي خير إن شاء الله. هي حاضرة من 2023، أنت هبطتها 2024. أيه. تربح في الوقت. أنا حضرتها برسك في ميسي في حاضرة، أنا وقتها سافرت لفرنسا، من بعد روحت صورت الفيديو كليب وهبطتها بعد رأس العام. بعد رأس العام. أيه. صورت الفيديو كليب. جو بدوي اليوم تاعنا. هذا هي جوك، ما تنجمش عن مناطق أكيد أخرى. احنا برغم اللي احنا معناها نسكن في منطقة ريفية تحمل الفن البدوي والجو التراث هذا. هذا يقعد ديما هو جو. اكيد حاجه ترعرعنا فيها حبيناها من الصغر، ما نجموش نبدل. حلو ياسر. باهي شنو نسمعوها احنا تو؟ يلا. ناي جيت للمحفل. محفل متعني. تفضل شيف فاضل. وفش الخلا ما فيه ما تختار، ولا كل واحد تعرفه تشكيله، خلطة الهنا يا وبي وسطهم تصغار. يا وكل جيل يا وكل جيل يتبع خسيل جيله، يا ناري والهم يسر فيه ما تختار. كلش بيه يا وكلش بيه عنفوس بسيلة، تبع شبيهك عنفوس اختار، ولا خاب ولا خاب تبع الخوه ما تفتيلة، يا وبيذا شبي مين انت شبي سار. يا زغرت وتحني قالوا لي لعيب،
دروزك لا ما وخير الله يزيد الشف هذا ما دروزك لا ما وخير الله يزيد يعطيك الصحة شاب فضل. عايشك ربي يخليك. أغنية حلوة برشا نلقاها عشان يوتيوب نتاعك شاب فضل. ديجا موجودة موجودة عشان يوتيوب نتاعي شاب فضل. هاي ياسر إن شاء الله تلقى نجاح. إن شاء الله يا ربي. تبدا لك شوكسي 2024 الأغنية هذه. صريح في العادة تقول. أكيد. ما فماش علاش ما نقولش. أكيد ما علاش نمشيو الفقرة تقول الحقيقة. يلا. شاب فضل فما إعلامي معروف. رفض باش يعديك في برنامجه، قال لك جوك هذايا والفن اللي انت تعمل فيه انا ما نعديهش في برنامجي. عندك الجرأة تذكر اسمه؟ هي صارت مرة صحيح. عندي الجرأة ما فماش علاش ما عنديش. برنامج وقته في الحوار. أمين قارة ما حبش يعديني. أمين قارة؟ إي. فما شكون كلمني معناها يخدم معاهم في البرودكسيون تاعهم. كلمني قال لي تحب تجي مع مين؟ قلت له أوكي. قال لي حضر جديدك ومرحبا بك. حضرت جديدي تقابلت انا وياه، ما نحبش نذكر الشخص هذا، تقابلت وياه. قال لي خويا غدوه نكلمك. كلمني هو امين قارة. اني الحق ما امين قارة ما كلمنيش كشخص، اما كلمني وقت اللي كلمني معنا صاحبي هذا امين وقت قارة بحالي. لا تو اللي انت حكيته عادي هيك، اما انه ما نعديش الفن نتاعك هذا في برنامجي حكايه اخرى. أنا ما قالكش ما نعديش الفن. ومن بعد قال لي وقتها قال لي ديجا الفن نتاعك هو انا بتبيعته ما انا ما نعديش. هذيك الحاجه وقتها وجعتني برشا. اي اما مش هو تي نسمع فيه بحذاه يقول له كذا، نسمع فيه بوذني معناها. معناها الشخص هذايا والا الشخص اللي كلمني؟ انت فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ الشخص اللي كلمك اي ماهوش مش امين. عباره اني تو كلمني شكون يعني. وانت بحذاه هو وقتها بحذاه. معناها انت سمعت امين قارة. اي سمعت بوذني. بعدا على مسؤوليتك حاجه اكيد ياكد والا حاجه اكيد على مسؤوليتك. فما اعلاميه وصلت بيتك في دارها عاونتك برشا، لكن انت عمرك ما ذكرتها في الاعلام لو حتى بكلمه معناها. عمرك لا ناكر للجميل؟ لا مستحيل نكون ناكر للجميل. علاش نكون ناكر للجميل؟ مانيش ناكر الجميل بالعكس. صحيح ما ذكرتهاش على خاطر ديما وقت نحضر في 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 اميسيون ولا في الراديو ما يعطونيش الفرصه باش نحكي. انا عطيتك الفرصه. انت شكرا يرحم ميمتك بالرسم، يرحم والديك على السؤال هذا. راني نشكر برشا برشا نعيمه اللي هي الاعلاميه نعيمه بن عمار. نعيمه عدتني معناها برشا مرات في القناه وقتها الوطنية اثنين في برنامج ويكاند مانجو ولما ونجوم. هي بالرسم هي اللي فتحت لي الابواب برشا مرات اللي باش نكون انا موجود في الشاشه التلفزي. نعم. نشكرها برشا برشا مره. تحيه كبيره كبيره برشا. فما فنان شعبي تهمك اللي انت عملت فو بروفيل للشاب بشير. صحيح. وصلت حتى فما مشاكل بينك وبين الشاب بشير. انت انكرت. شنو كانت رده فعل الشاب بشير؟ يعني الفنان هذا ظلمك؟ ظلمني. انت انا نحب نسالك سؤال، علاش منين نجيب فيه السؤالات هذا؟ منين نجيب الحاجات هذا؟ خاطر اول مره تصير علي معناها انسان يجيب لي حاجات ممكن ما في باله بها حد الحكايه هذه والحاجات اللي تحكي فيهم انت في باله بهم حد. لا لا انت يمكن مستانس مع انت اليوم في ضيفنا على كيفنا. هذا هو كونسيبت البرنامج. نجيبو جديد نجاوبك. صحيح فما فنان تونسي اتهمني اللي انا عامل فوا بروفيل باسم الشاب بشير. اليوم ما لازمناش نذكروه على خاطر ما يستاهلش باش نذكروه. اليوم فنان شعبي زاد كيفي اتهمني مره. معروف؟ ماهوش معروف. لا مش معناها للدرجة اللي احنا نحكوا فيها. لا مش معروف. عادي فنان عادي يخدم على روحه وربي يعين. واتهمني شاب بشير. شنو قالك؟ هي وقتها كيفاش الحكاية؟ اني وقتها نصور في برنامج وقتها الخيمة مع سي عبد الرزاق الشابي ونلقي بشير وقتها اني وبشير ومصطفى الدلاجي زاد نذكره بالخير. قال لي راهو انت فما شكون تهمك بكذا وكذا اللي انت عامله فوا بروفيل باسمه. قلت له شكون؟ قال لي كذا كذا وكلمه بحذاه. وهو ديجا بشير حاجه اللي رتحتني يعني معناها بشير قال لي راني سامحني خويا كان في سرت مره راني كنت باش نكلمك اما راني طيحت شكون اللي عامل فو بروفيل والسيد هذا اسمه يسري بالتحديد ومن القاسرين يظهر لي وندعي لربي يعني واحد من الناس ربي سبحانه وتعالى هو فوق مش مانيش انا باش نحاسبه ولا اني معناها باش وربي يهديه. به
رفضت الزواج على خاطر أمك، ونعرفوا أي أم تحب تشوف ولدها معناتها. لا مش مش للدرجة معناتها. متزوج، كيفاش يصير العكس معاك أنت؟ والله أسمع، موش معناها مش للدرجة هذه أني مش نرفض الزواج، ما رفضتش، أما متجوز معناها ما عرستش على خاطر أمي مرأة كبيرة شوية. إي قلت لي ما نعرسش. مش معناها ما نعرسش أني ما نحبش نعرس، لا ما فماش وقت مش أني نعرس، ولا ما خاطر برغم نشوف معناها في الفامي داخلة بعضها شوية ليمة هذه كل شيء، وإحنا ما شاء الله 7 أولاد في الفاميليا من شوية. واضح. أما إن شاء الله ربي يسهل على قريب، ومش نستدعك العرس إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله ربي يفضل. عايشك ربي يخليك. يمكن تفرج فينا شنو تقول. أنت راك نور عيني وربي إن شاء الله يخليك ليا. هاي تصويرتها هذه وقتها هذه ما عندهاش برشا، عندها برشا ترواجور. هذه وراها كلينيك بالرسمي. وقتها أنا وياها مشيت هزيتها للكلينيك عدت، وربي يشفاها إن شاء الله، ربي يفضلها إن شاء الله. وإن شاء الله نجيب امرأة هكا باش تفرح وتعوض لها الدنيا كل اللي نقصتها هي إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. هكا طلعت تقول. أكيد نقول، ما فماش علاش. ما فماش قلت الحقيقة، نمشي توا لذت أو معاه. عندك الكارتون، جاوبني بذت أو معاه. ذت أو معاه ديو مع رابر. مع شكون رابر ماذا بيك تعمل؟ جا أنا عملت ديو مع الفنان والرابير كيموام، اللي هو ديجا كان حاضر بحذاك ممكن مرة ولا اثنين، وتحية معناها لي نشكره. ذت أو معاه استعمال كلمات البذيئة في الأغاني؟ لا ذت. ذت حتى في الراب لا؟ لا ذت. أنا ديجا هو كيموام معناها وصلت معناها أني عملت مع ديو، كان على خاطر هو أول حاجة كلام زيد ما فماش، وثاني حاجة إنسان مش يغني كلام زيد، فما عائلات فما نساء فما هكذا، معناها قلة احترام بالنسبة لي يعني. ذت أو معاه الهجرة؟ مع خاطر أني هجرت. تخرج؟ ديجا أني هجرت. مستقر لبرا؟ ديجا أني مستقر. في بالي تمشي وتجي؟ إي نمشي ونجي، نمشي معناها شنيا مع أني قلت لك معاه على خاطر حاجة أني حسيتها. معناها أني ديجا خرجت معناها حارق مرة والحمد لله ربي. حارق؟ إي مشيت حارق 2011. كيفاش كانت الظروف؟ كيفاش وصلت؟ والله أسمع، هي ديما نقول الحمد لله يا ربي، أول حاجة رضيت الوالدين ديما معايا، هذاك علاش ديما نقول لك راهي برضا الله اللي برضا الوالدين. الحمد لله يا ربي، ربي سبحانه وتعالى نجانا من الدنيا الكل ومن الخوف ومن هم الدنيا. الحمد لله يا ربي، ربي معناها وصلنا سالمين غادي وصلنا ولا باس. يعني مشيت عمري، أنا يعني مشيت حارق عمري 16 عام. مشيت صغير معناها بالرسم، مشيت بيبيك نشوف أني تو ولاد صغار عمر 16 عام. نتذكر روحي نقول أني مشيت هكا، كان يجيني تو يقول لي براح لك تو ما نمشيش. ظروفنا تعب شوية والبلاد تعب شوية وتعرف أنت صغر وكذاك. وين مشيت؟ مشيت لإيطاليا وتو مستقر في فرنسا. تو في فرنسا بوريق. الحمد لله يا ربي. أمورك مريك. الحمد لله. ذات أو مع استعمال لوتو تيون في الغناء؟ والله مع في غنائك تكون في التوزيع في استوديو معناها مع، أما في الأفراح وفي الأعراس ذات. أنت تستعمل؟ شوية مش برشا. شوي فاح في معناها كان نمشي نسجل الغناية شوي وبرا معناها مش كل الاسبوان الدرجة، أما تو شوف أنت في العروسات ديما لوتيون. ذات يعني أو مع عمليات تجميل للرجال؟ لا ذات هكا عاد تولي. لا لا ذات أكيد ذات. تو أنت راجل ربي سبحانه وتعالى، ما علاش راجل أنت؟ كان أنت في صورة ما باش تعمل لا ونسى هي نساء سبحان الله من اللي تخلقوا جمال الانس. جمال الانس باش نحافظوا على الجميع عادي. كيف احنا بالنسبة لي أنا واحد من الناس كاختيار شخصي، جمال للمرأة، جمال لك انتي مثال ما شاء الله. يعني علاش أنا ربي عاطيني هكا خليني نبقى هكا. هكا انت تشوف ضد الرجل. اكيد ضد. كملنا من ضد أمعاء. شكرا ليك، يعطيك الصحة. شكرا عايشك يا رحمة الله. لليوم خلي كلمة الختام. أول حاجة نشكرك برشا ميسا اللي اليوم كنت بحذاك، وتحية كبيرة كبيرة برشا للناس اللي تحبني، وإن شاء الله يا ربي ديما بجديد، وتحية كبيرة كبيرة برشا لأمي. يعطيك الصحة شيخ فاضل. شكرا ليك، يعطيك الصحة. ونحن هكا نكون وصلنا لآخر حصتنا لليلة. شكرا لكم اللي تابعتونا، يعطيكم الصحة. شكرا فرقة المايستر وليد جليدي، نتقابل إن شاء الله الجمعة الجاية على خير الناس كم.